كذلك المستوى الثاني بوسور الثاني هو قال ان هذه المنطقه هذه تولي منطقه ديال البوسبيريتي ديال الخير اللي فيها استثمارات اللي فيها المصاهم دائما في اي قرارات اللي كتكون الشعوب كيخرجوا هاد الزوير خصوصا مع التخلف والفقر اللي كيسود المناطق هذا كيخرجوا هاد دائما الشعار تقال حتى في كنذكر ملي كانت الصور ديال 2011 لاحظتوا الخطاب اللي كاين ان بعد الصور على المغرب ينعموا وان يوقع ديفلوبمون وما شنو الى اخره نفس الشيء ان هاد الاتفاق جابوا مجموعه ديال الاطروحات الاطروحه الاولى كتقول ان المغرب غيولي عنصر اساسي في الاستثمارات الامريكيه وانه غيولي باب بين امريكا وافريقيا حتى واحد البرنامج القديم ديال اوباما كان باور افريكا كان تذكروه كان كيتسع حول الكهرباء ديال الدول الافريقيه قالوا عاد تعطى المغرب في شي 60 مليار ديال الدولار الى اخره وبداو كيروجوا ان المغرب غيلعب شي ادوار حتى موقعو فيزافي ديال هاد في المواجهات ولا ديال هاد الدول ولا مع الدول التقليديه الصديقه للمغرب عتعطى المغرب واحد المكانه يمكن الضغط عليها باش نوصلوا غدا ان القضيه الوطنيه بخصوص والمكانه ديال المغرب في العالم والمؤثر الى اخره. الان كيبان ان مع كامل الاسف هادشي كامل اللي ما كاينش كنلاحظوا ان الاستثمارات الامريكيه في المغرب مازالت ماشي اساسيه ومازالت ماشي مهمه جدا وكيتقال كنذكروا كذلك كيتقال على ان الصحراء تولي ليل دورادو ديال اسمو امريكا يعني دورادو هي ديك هي جنة الاستثمار الامريكي وان الداخل يكون فيها قنصلية اقتصادية اساسا وغتلعب في الصحراء تلعب واحد الادوار وهادشي كامل كيبان الان ان كان فقط مصوغات لتمرير هاد القرار مع كامل الاسف اللي الشعب المغربي لم يستشار فيه والشعب المغربي معطاش واللي كيظهر ومازال كيظهر بالملموس عبر مجموعه ديال القرائن انه متشبث بالقضيه الفلسطينيه وبقى كيعتبرها انها من قضاياه الاساسيه. اذا جينا للمساله ديال الانعكاسات السلبيه على المستوى الايجابي انا بالنسبه لي ليست هناك شي حاجه بل العكس فقدنا علاقات مهمه اللي كانت عندنا مع هذوك اصدقائنا اللي هما تاريخيين اللي هما تقليديين دابا والمحرك الامريكي معروف ما يمكنش واحد يتيق في المحرك الامريكي تقرينا غير القضيه الولايات المتحده الامريكيه وقضيه الصحراء على هذو واحد 20 عام تقريبا كيف هاد المواقف ممكن تتغير كتذكروا جميع بلومبيكا اللي كان جا بصحيح كان عايشين نحو استقلال حيت انا كان فيه 5 سنين كيتعطى واحد النوع ديال الحكم الذاتي ولكن بعد ذلك يكون هناك استفتاء ديال الطبيعه المصريه واكيد على ما جرى في مجموعه ديال الدول انه كان عايش في اتجاه اللي ما كناش غير مضمون. كذلك كنذكروا جميع الموقف ديال الاداره ديال اوباما كذلك نذكروا مع فيما يخص المهام ديال مينورسو كيف كان تغادى نحو الطرح ديال البوليزاريو ديال الجزائر فيما يخص المساله ديال حقوق الانسان. بمعنى اخر الموقف الامريكي كان دائما موقفا ليس ما فيش ما كونستونس ما فيش دائما هو نفسه وعكس الموقف اللي كان دائما مع قبل منذ 1975 هو الموقف الفرنسي اللي كان دائما هذا ليس رعايه فرنسا ولكن الموقف اللي كان على الاقل كان ممكن الضغط على فرنسا باش تمشي اكثر. الولايات المتحده الامريكيه مواقفها تتغير وحسب الادارات حسب المصالح الانيه الى اخره. انا كنظن في الوقت اللي مشينا في هذا المسار عنده مخاطر متعدده. الاولى ان خلقنا واحد الشرف بلا هدف يعني مستوى النسيج المجتمعي المغربي حيث ان القضيه الوطنيه وقضيه الصحراء بالاضافه الى قضايا اخرى كانت قضايا عليها واحد النوع ديال الاجماع ما عدا بعض الهوامش يعني واحد النوع ديال الاجماع ديال المغاربه وهذا كان ايجابي جدا حيث ان كنا كنشوفوا المسيرات اللي كتكون كتبقى اختلافات مختلفه
كما غير مجموعة من القضايا، ولكن هذه القضية هذه لم يكن فيها اختلاف. الآن أصبح على الأقل جزء من النخبة، لا النخبة السياسية ولا النخبة الاقتصادية، شاف واحد التوجه والإعلامي على أي حال، شاف واحد التوجه الذي يعادي ما يحسه أغلب المغاربة وما يشعرون به وما يعلنون عنه، إما بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر. حنا شفنا مثلا آخر حاجة هي داكشي ديال المونديال، شفنا الأغاني اللي كاين اللي كتكون في تيران دو سبور، شفنا كذلك المواقف ديال جزء كبير من 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 القوى الحية بلادنا اللي هي مازالت متشبتة بالقضية الفلسطينية وهي ضد التصريح. إذا هذا الشق هذا بالنسبة لي نعتبره من النتائج السلبية الأساسية. العنوان الثاني هو الإيماج، هو ديال المغرب، هو الصورة ديال المغرب في هذه منطقتنا، وكذلك لا على مستوى المغاربية ولا على المستوى العربية، ولكن كذلك بالنسبة لقوى التحرر في العالم. أكيد أن هذه القوى بعض منها خصوصا السياسيين عندهم موقف من القضية الوطنية، لكن اليوم كنعطيوهم مبررات أخرى ليعادوا القضية ديال استرجاع، حيث أننا ولينا تقريبا وضعنا نفسنا وكأننا في نفس كما كان يحاول البعض يصورنا أننا احنا القضية الفلسطينية، القضية الصحراء هي بالنسبة لي من الأخطاء، خطأ استراتيجي. وأون بليس إضافة إلى ذلك وضعنا كل بيتنا في سلة واحدة إلا هي السلة الأمريكية، وهذه المسألة هذه ليست في صالح المغرب. كذلك النقطة الأخيرة اللي غنتكلم عليها هي هذا الاتفاق، هذا الاعتراف ديال الولايات المتحدة. كنا نتمناو لو كان مثلا على مستوى مجلس الأمن كان يكون قرار اللي يؤكد ما قاله ترامب. دابا حنا كنشوفوا كل القرارات اللي جات من 2020 الان هي تقريبا نفسها، ما كاينش تغييرات اللي هي على مستوى القرارات الاساسي. القرار بالنسبه لي الاساسي هو غدا الولايات المتحده، خصوصا كتلعب واحد الدور اساسي في هذيك المجموعه ديال الاصدقاء الصحراء اللي كيحرروا هذاك، وهي اللي كتحرر وفي دو كونط هذاك المشروع قرار اللي كيكون سنويا فيما يخص القضيه الوطنيه. ما كاينش شي تغيير في هاد الصيغه ديال القرارات، بل كنلقاو نفس الجمل تتكرر، اي ان هاد الاعتراف لم يكن له وقع فيما يخص طي الملف بشكل نهائي، وطي الملف لن يكون الا مع الاعتراف ديال مجلس الامن بالمعدات الترابيه. دونك هاد المساله هادي بطبيعه الحال اذا بغيت نضيف الى ذلك هذا الاتفاق دار في واحد اللحظه تاريخيه اللي الولايات المتحده لم تعد هذاك السول بوحده سوبر بويسونس، القوه العظمى الوحده، بل احنا في اللحظه ديال التغير، احنا في اللحظه ديال اننا الموازين القوى العالميه تتغير على المستوى الجيوستراتيجي. هناك قوى اليوم صاعده، بل قوى منافسه بشكل مباشر، وبل وصلت حتى لحدود الحرب اما بشكل مباشر ولا غير مباشر. بمعنى اخر انا كنظن هاد كوننا عطينا تموقعنا الى جانب الولايات المتحده الامريكيه ممكن يرجع القضيه ديال الصحراء في حل العهد ديال الحرب البارده، اي ان غدا يمكن هاد القضيه لن تحل ويبقى الثمر الصراع حولها، لان تولي مجموعه ديال القوى على اي حال اللي كاين تتنافس بالنسبة ليها إصعاب. علاش الموقف الروسي لحد الآن ولا لحد الآن كيصوت بالتحفظ، ونتمنوا أن غدا ما يوليش هناك واحد النوع ديال الصراع، أن بلادنا وهذه المنطقة تولي فيها صراع ديال القوى عظمى، ما يكونش في صالحنا لا في صالحنا لا في صالح المنطقة إلى آخره. بمعنى آخر العناصر السلبية فيما يخص هذا الاعتراف وهذا التطبيع هي بشكل كبير حاضرة، وعلى مستوى البوتنسيال وعلى المستوى ديال المستقبل كمازال يمكن يكون عندها آثار سلبية بشكل كبير. نتمناو على أن مع الحكومة، وهذا هو الإشكال،
احنا دابا كانت قال بحال اللي حط في البدايه ان التطبيع يجعل المغرب في موقع تاثير داخل الكيان الصهيوني ويمكن له نوصلوا للدول ديال الحل ديال الدولتين. انا كيبان ليا ان الحل ديال الدولتين اصبح شبه كما يجميع كل الخبراء والمتبعين اصبح شبه مستحيل اليوم. بمعنى اخر والقرارات ديال الحكومه الحاليه ديال الكيان الصهيوني اللي مطبوعه حتى الفاشيستيه واحد النوع ديال تضع المغرب وتضع الشعب المغربي وتضعنا كمناضلين في لحظات ديال الحقيقه في الوقت اللي غيكون غدا انتفاضه اخرى. ما ننساوش ان التطبيع اللي كان ولو كان جزئي ومصرف ديال 1994 اللي وقفوا هو الانتفاضه الثانيه ديال الشعب الفلسطيني. بمعنى غدا اذا كانت هناك انتفاضه وكان هناك تحتيل ديال الفلسطينيين، واش المغرب المغاربه غيبقاو يتفرجوا من جهه؟ واش الدوله المغربيه غتبقى مستمره في التطبيع؟ كلها اسئله بطبيعه الحال كتطرح علينا بقوه وكتطرح على القوى المناضله والقوى الفاعله في بلادنا، كتطرح اسئله جوهريه. وكيف حنا يجب ان نستعيد ليس فقط في بياناتنا وفي اعلاناتنا، بل كيف اننا نعبئوا امكاناتنا وحيوانا باش نساهموا ونكونوا عندنا فعل في وقف هذا التطبيع والعمل اللي كتقوم به المجموعه. هو عمل مميز على المستوى، ونتمنوا ان تتضافر الجهود بين وبين الفاعلين الاخرين خصوصا الجبهه حتى نتمكن نكون المغاربه جسم واحد. ما اختلفنا فيما يخص قضيتنا الاولى مع القضيه الوطنيه اللي هي قضيه فلسطين، لان كنت دائما كنعتبروها قضيه فلسطين، قضيه فلسطين قضيه وطنيه. وشكرا. السلام عليكم. المداخله التي يمكن ان نجمل نتيجتها في ان ليس هناك ايجابيات لكن السلبيات الماثله امامنا، السلبيات الماثله امامنا بعد سنتين ان كل المسوغات التي قدمت من اجل التسويق والترويج لهذا الاتفاق، كل هذه المسوغات الايجابيه التي روجها المطبعون او الذين يقولون طبعا تسوقوا لها انها مسوغات راه هي سوغوا مبررات اتخذوها ذريعه لكي يقنعوا حتى الشعب المغربي او لكي يلبسوا القضية. فإننا اليوم بعد سنتين أو أزيد من سنتين لا نجد إلا الآثار السلبية، وربما حتى التوقعات المستقبلية لا تعطي أي ضوء في هذا الاتجاه. من أجل مزيد من التعميق والوقوف على ما يجري في هذه القضية، أحيل الكلمة للأستاذ أحمد ويحمان رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، الذي يرصد لا أقول كل صغيرة وكبيرة ولكن يرصد ابرز الاحداث التي يعني تطبع بلدنا منذ هذه السنتين وحتى قبل هاتين السنتين، خاصة ما يجري في الاونه الاخيره فيما يخص مؤتمر النقاب او ما يجري في ارض الصحراء المغربيه التي كما يقال هي قضيه وطنيه عادله اساء اليها المطبعون بربطها بالتطبيع او بربطها بالقضيه الفلسطينيه. كلمة الأستاذ أحمد ويحمان فشكرا. شكرا جزيلا سيد الرئيس، تحياتي لأخي وصديقي رفيق السعد السلام العزيز، مساء الخير للجميع ومرحبا كريم. أقترح عليكم هذه الورقة التي خلاف عادتي كتبتها وسأتلوها، وقد تعودت على ارتجال مداخلتي. وأقترح عليكم أن أعرض هذه الورقة تحت العناوين التالية: أسئلة لمحاولة الفهم. الصحراء المغربية، سؤال التاريخ والجغرافيا والحدود. ثانيا، ثقب الذاكرة وأثمان الانقلاب على ميثاق 47. ثالثا، ثقب في السيادة الوطنية وتسونامي التطبيع. رابعا، حصيلة التطبيع بين خطاب المطبعين المضلل
وواقع التخريب الصهيوني الممنهج، وسأمحور هذه الحصيلة حول عنوان جامع هو المغرب ملحقة ومحمية إسرائيلية. ثم خلاصة وتوصية. أسئلة لمحاولة الفهم. الصحراء المغربية ومخاطر التطبيع موضوع سنحاول أن نكثف فيه الكلام بما يسمح به الحيز الزمني المتاح، وذلك من خلال معادلة الوحدة والتجزئة، ومن خلال طرح الأسئلة الإشكالية لهذا الموضوع في مستوييه: الصحراء المغربية في المقام الإشكالي الأول، ثم مخاطر التطبيع مع العدو الصهيوني كمقام ثاني. فما هي الصحراء المغربية؟ ولماذا سميناها المغربية منذ البداية مع أن هذا النعت هو من صميم الإشكال المطروح؟ ومن هنا سؤال آخر عن هذا الإشكال المطروح ذاته، وهو: من حيث ماذا قضية الصحراء المغربية هي إشكال، وفي أي سياق هو مطروح؟ هي أسئلة في المطلق ينطبق عليها قول المتنبي: ولا يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل، لكن الوقائع عنيدة ولا بد مما ليس منه بد كما يقال. في خضم هذه الأسئلة الإشكالية بخصوص الصحراء المغربية تأتي أسئلة إشكالية أخرى بشأن المستجد في هذه القضية، وهي المتعلقة بالشق الثاني من موضوعنا، وهي من عن مخاطر التطبيع، وبالتبعية عن هذا التطبيع نفسه. ماذا يعني التطبيع مع كيان الاحتلال الصهيوني؟ لماذا تم ربطه بقضية الصحراء المغربية؟ لماذا تم إنزاله استبداديا على الشعب المغربي وضدا على إرادته؟ ماذا كانت الرهانة فيه؟ وما هي مآلاته؟ وما هي حصيلته؟ وخصوصا من حيث ماذا هو خطير؟ وأين تكمن أو تتجلى مخاطره؟ هذه الأسئلة هي التي سنحاول الإجابة عنها في شكل عناوين وومضات فيما يسمح به الوقت، ونترك مجال تعميق النقاش فيها للحصة التفاعلية. الصحراء المغربية سؤال التاريخ والجغرافيا والحدود. إن القضية في البداية والنهاية هي مسألة ومعادلة الوحدة والتجزئة، الوحدة التي آمن بها الشعب الواحد في هذه المنطقة وكافح على مدى قرون للحفاظ بها وتحصينها امتدادا وانكماشا بحسب موازين القوى في الصراع مع القوى الخارجية، والتجزئة والتفتيت والتشتيت التي تعمل هذه القوى الخارجية طيلة تاريخ المنطقة على خلقها وتكريسها وتوسيعها وتعميق تناقضاتها من أجل تسهيل تغلغلها وتمكين هيمنتها والسيطرة عليها. منذ البداية نجزم بالقول أن الحدود تاريخيا وأنثروبولوجيا لا معنى لها بين الأقطار المغاربية وبين المغرب والجزائر بالذات. ومن يتأمل ويقرأ القراءة الصحيحة لتاريخ المنطقة المغاربية بكل تسمياتها المختلفة على مر العصور يجد أن دولها صنعت صنعا بشكل موحد ومشترك من مختلف مكوناتها القبلية والإثنية والمناطقية، مصهورة في إطار ثقافي وحضاري يؤطره الإسلام كمرجعية روحية جامعة، والعروبة والأمازيغية كلسانين للتعبير والتواصل. ولو شئنا تقديم مثال عن هذه فهي الحقيقة التاريخية الثابتة، قلنا مثلا أن الأمبراطورية المرابطية بعاصمتها مراكش أسسها اللمتونيون، أي بلغة اليوم الموريتانيون. ولو جئنا إلى الأمبراطورية الموحدية مثلا قلنا أن من بناها على زعامة دعوة بن طمرت هو السلطان عبد المؤمن بن علي القومي، وهو بلغة اليوم جزائري. هذا في مراحل المد الوحدوي الأمبراطوري، ونفس الأمر يطرح حتى في مراحل الإمارات الخارجية والشيعية أيام سجيل ماسة وتاهرت والعبيديين، بحيث لا يمكن للمرء أن يرسم حدودا لهذه الإمارة أو تلك في هذا البلد أو ذاك بالتسميات الراهنة. وما تزال حيرة إشكال الحدود تتملك نسابة بين مزدوجتين الفكر الحديث ومؤرخيه. أين يصنفون العلامة ابن خلدون مثلا؟ هل هو مغربي أم جزائري أم تونسي؟
وهي نفس الحيرة التي تطورت للسخافة والتفاهة والعبث الذي نحن بإزائه اليوم في الحروب الإعلامية لتنازع الملكية الفكرية والشرعية التاريخية على الكسكس والغرناطي والقفطان والبلغاء والزليج إلى آخره بين المغرب والجزائر. هذه السخافة التي يتم غرسها وتعميمها في الأوساط الشعبية هنا وهناك والتي لا مثيل لها غير السخافة في الأطروحتين الرسميتين، الأطروحة الجزائرية التي تقول بالحدود المتوارثة عن الاستعمار ودعم الانفصال في الصحراء من جهة، والأطروحة التي تقول بالروابط البيعة ودعم الانفصال في القبائل الجزائرية من جهة أخرى. إنها سخافة الحروب الإعلامية التافهة صحيح، لكنها على تفاهتها ولتفاهتها بالضبط فإن آثارها في الماضي وفي الحاضر وفيما يستقبل من الأيام كارثية بكل المقاييس. ذلك أن نفس الذهنية ونفس الفهم ونفس التمثل ونفس طريقة التفكير هي التي أدت إلى حروب حقيقية وإلى مآسي وآلاف الشهداء والضحايا والجرحى والمفقودين وأيتام وأرامل وثكالى ومحن لا أول لها ولا آخر، وأضرار وخسائر وأحقاد، وكل المصائب التي نغرق فيها اليوم، وأسوأ منها ما يحضر لنا في الغد المنظور. إنها المأساة المركبة والمتواصلة التي لا يمكن فهمها الفهم الصحيح إلا بوضعها في سياقها التاريخي، ومن هنا ضرورة العودة والتوقف عند محطة تاريخية مرجعية ومؤسسة، ميثاق القاهرة سنة 1947. ثانيا، ثقب في الذاكرة وأثمن الانقلاب على ميثاق 47 عند تمكنه من الانفكاك من الأسر في بورسعيد المصرية ونزوله بالقاهرة سنة 1947. أشرف الزعيم الوطني التحرري محمد بن عبد الكريم الخطابي في أجواء مكتب المغرب العربي من تأسيس لجنة تحرير المغرب العربي وكذا جيش تحرير المغرب العربي في نفس السنة، وقد تمخضت اللقاءات الأولى للإطارين الجديدين معا عن صدور ما سيصبح معروفا بميثاق القاهرة أو ميثاق 47. وقع عليه قادة الحركات الوطنية بالأقطار المغاربية تحت إمرة رئيس اللجنة والقائد الأعلى للجيش محمد بن عبد الكريم الخطابي. أما القادة المغاربيون الذين وقعوا على الميثاق فهم أساسا على التوالي محمد الحبيب بورقيبة عن تونس، وعلال الفاسي عن المغرب، والشيخ الشاذلي المكي عن الجزائر، وشخصيات أخرى من الأقطار المغاربية، على أن التوقيع مفتوح حين إصدار الميثاق لباقي الهيئات والفعاليات المغاربية للانضمام إلى آخره. كان هذا عن الهيئة وخلفية الموقعين ورمزية قائد المشروع. أما مضمن الميثاق فتلخصه دباجته التي شددت على وحدة المغرب العربي من أول جملة في أول سطر منها، وهي بالحرف: أقطار المغرب العربي، تونس والجزائر ومراكش أقطار وحدها الجنس والدين واللغة والتقاليد. وكما كانت الوحدة المغاربية في ميثاق لجنة تحرير المغرب العربي من أول جملة، كانت هي مضمون آخر جملة في خاتمتها، فبعد حيثياتها التاريخ والجغرافيا والثقافة والروابط الروحية جاءت الجملة الختامية التي تشرح أساس هذا الميثاق وما تم الاتفاق والتعاقد عليه بين زعماء الوطنيين في الأقطار المغاربية بالحرف كما يلي: اتفقت أي الأقطار المغاربية على تكوين مؤسسة تحريرية تجمع شتاتها وتنظم صفوفها وتنسق أعمالها وتثير الحمية ضد الجور وتعبد الطريق أمام المواطنين لينعموا بالحرية والاستقلال في ظل الإسلام وتحت لواء العروبة. هذه الوحدة المغاربية التي نص وشدد عليها ميثاق 47 هي غاية في ذاتها، وهي مجرد أداة لهدف وغاية أسمى وضحتها المادة الثالثة منه. فبعد المادة الأولى المتعلقة بالاسم الرسمي للإطار لجنة تحرير المغرب العربي، والمادة الثانية المتعلقة بمقره القاهرة، جاءت المادة الثالثة لتنص بالحرف على ما يلي: المادة الثالثة: غاية اللجنة هي تحرير المغرب العربي، تونس والجزائر ومراكش من السيطرة والاحتلال الأجنبي، بتحقيق جلاء الجيوش المحتلة وحصولها على الاستقلال والسيادة القومية الكاملة. هذا هو الثقب الكبير في ذاكرتنا الوطنية الجمعية. أما أثمان الانقلاب عليه
فهي التي نؤديها فادحة اليوم بالحروب والحساسيات والأحقاد وحكاية الحدود وكل تفاصيلها التي تكمن في شياطين فيها شياطين الجن وكل شياطين القوى الاستعمارية ومشاريعها الخبيثة التي أغرقتنا في وحل الحروب البينية ومخطط التفتيت. كانت استراتيجية الوحدة والتحرير قد انطلقت بميثاق لجنة التحرير، فأطلقت القوى الاستعمارية في مقابلها استراتيجية تكريس هيمنتها بالاستقلالات الشكلية على أجزاء محدودة من التراب الوطني دون مناطق أخرى ودون استقلالات تامة كما نص والتزم الموقعون على الميثاق. فانفرد مانديس فرانس ببورقيبة والاستقلال الذاتي لتونس، وانخرط المغاربة في إكسليبان، وتم اعتقال قادة المقاومة لحل جيش التحرير، وضاعت الصحراء، وخلقت دولة موريتانيا في شنقيط لنصبح منتصف السبعينات أمام مشروع خلق دولة في الأقاليم الصحراوية قبل انكشاف مخطط جديد للحركة الصهيونية العالمية والكيان الصهيوني مدعوما من القوى الاستعمارية يقضي بتفتيت المغرب والمنطقة إلى عدة كيانات على أسس إثنية وعرقية ومناطقية. وهكذا أصبحنا أمام مشاريع لكيان ما يسمى جمهورية الريف، ولات المسيرات كدز في الشارع العام حاملة راية جمهورية الريف، وكيان ما يسمى أسمر وعاصمته تنغير كما كتب الدغيرني في إسبريس وكما فضحه المناضل جاكوب كوهين في آخر كتاب له ما ميز دي موساتيور تنغير، ودولة القبائل في الجزائر إلى آخره. كان هذا المخطط الأخبث قد انطلق منذ 1966 بتكليف اليهودي الصهيوني الفرنسي جاك بيني بمشروع تقسيم المغرب الكبير، وهي نفس السنة التي تم فيها تكليف الجنرال الصهيوني ديفيد بن عوزيل بتقسيم السودان. ومن جاك بيني وتأسيسه للأكاديمية البربارية إلى برنار هنري ليفي وإشرافه على تدمير وتفتيت ليبيا، ها هو المشروع في أشواطه المتقدمة يشرع في تدمير المغرب الأقصى مراكش بلغة ميثاق 47. فإلى أين وصل المشروع اليوم وماذا تقول الحصيلة لبيلون أو الحصائل في الحقيقة؟ إنها حكاية ثقب كبير آخر، وهو هذه المرة ثقب في السيادة الوطنية، ثقب في السيادة الوطنية وتسونامي التطبيع. منذ إعلان الدولة الرسمي خضوعها للضغط والابتزاز الأمريكيين للتطبيع مع كيان الاحتلال الصهيوني، وخصوصا بعد التوقيع الرسمي على الاتفاقية من طرف رئيس الحكومة السابق، انطلق المشروع الصهيوني في المغرب إلى السرعة الأعلى، واتسع الثقب في السيادة المغربية التي اشتغل عليه الصهاينة طويلا مدعومين من القوى الاستعمارية. اتسع الثقب كثيرا وأصبح كبيرا، ومنه دخل علينا تسونامي التطبيع ينخر في الدولة والمجتمع معا. لقد تمكنوا من إسقاط جزء مهم من الجدار النفسي ومن النيل من بعض المعنويات منذ امتدت يدهم وتمكنت من رمزية يفترض أنها جزء أصيل من المجتمع والعمق الشعبي، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية الذي كان فريقه بالبرلمان أول من تبنى ووقع على مقترح قانون جريمة التطبيع. هذا المقترح قانون الذي أعده الفريق القانوني للمرصد المغربي لمناهضة التطبيع والنقباء، وفي حضرتنا الهرم النقيب عبد الرحيم بن عمر والنقيب عبد الرحيم الجامعي والنقيب عبد الرحيم بن بركة والأستاذ خالد السفياني الأمين العام لهذا الحزب الذي كان أحد أهم المؤسسين للمرصد المغربي لمناهضة التطبيع. لقد كانت الضربة موجعة مرتين، مرة من الانهيار التام لقيادة الدولة أمام الضغط الأمريكي، ومرة أخرى للتمكن من التسلل إلى عمق المجتمع عبر قيادة حزب في موقع الطليعة لرفض ومكافحة التغلغل الصهيوني والتطبيع معه. في هذا الخضم كان المشروع الصهيوني قد أعلن عن منعطف نوعي في أجندته بعد أن تمكن من زرع أدواته في مفاصل الدولة الأساسية. كان ذلك في لقاء بالأيباك اللوبي اليهودي الصهيوني بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث أعلن وزير الخارجية بوريطا أنه مستعد للذهاب في التطبيع مع كيان الاحتلال الصهيوني إلى أبعد الحدود على حد تعبيره. كان هذا منعطف نوعي في المخطط الصهيوني من خلال أداة من أدواته في واحد من أهم مفاصل الدولة، الخارجية وحقيبة الدبلوماسية.
ثم جاءت محطة اختطاف الدولة من خلال ما يسمى انتخابات 8 سبتمبر وما يسمى المؤسسات المنبثقة عنها، حيث أصبح الاختراق الصهيوني يتم بالدولة وأدواتها ومؤسساتها وبالمال العام. هكذا لم تمضي إلا أشهر معدودات حتى بدأت تتكشف للجميع وعلى أرض الواقع حقيقة المخطط الخبيث الذي لا يقتصر حتى على التطبيع كما هو متعارف عليه في المشرق في حالتي مصر والأردن مثلا، وإنما هو مشروع متكامل يستهدف أمن واستقرار ووحدة المغرب الترابية وتماسكه المجتمعي كطريق ضروري لا بديل عنه للأجندة الصهيونية للوصول للهدف الأكبر، خيرات ومقدرات وثروات المغرب الفلاحية والمعدنية والبحرية من أراض وغابات ونفط وغاز وفوسفات وذهب وقنب هندي وأسماك إلى آخره. ولكن أين الأدلة على كل هذه الإدعاءات؟ هذا في الحقيقة سؤال كان له بعض مما يبرره قبل سنتين أو ثلاث، حين كان المواطن المغربي ما يزال حائرا بين ما كان يرى من أمور لا تصدق لكنها واقع أمامه. أما الآن فكل شيء باين، واللي ما باين ما زال كاين كما يقول الإشهار المشهور، لأن وقائع الأمور تفيد أنه كما يقول المثل ما خفي أعظم. رابعا، حصيلة التطبيع بين خطاب المطبعين المضلل وواقع التخريب الصهيوني الممنهج. الحصيلة في المجمل هي التخطيط والشروع في خلخلة الاستقرار وضرب الرموز الوطنية واختطاف الدولة ومصادرة السيادة الوطنية وفرض الحماية ووضع اليد على مقدرات البلاد والتحضير للفوضى لتفكيك البلاد وتسهيل إحكام السيطرة عليها والتهيئ لاحتلالها بشكل مباشر. ليس في هذا أي مبالغة، وبيننا النقاش، وإذا أردتم لإثبات حتى بالصوت والصورة فنحن جاهزون. طبعا هذا العنوان ليس لدينا الوقت الكافي للتفصيل فيه في كل عناوينه الفرعية التي يقتضي كل منها ورقة لوحده، وعليه نقترح عليكم هذه الفقرة تحت عنوان جامع ويبدو مستفزا ومحفزا للمواجهة، حيث بعد تقديم مقتضب مؤطر سنكتفي باستعراض تلك العناوين بتعليقات سريعة وبشكل تلغرافي بما يكشف زيفة ويفضح تضليل خطاب المطبعين، ونترك التحليل وتعميق القول فيها وخلفيتها للمناقشة التفاعلية على ضوء أسئلتكم. أما العنوان فهو المغرب ملحقة ومحمية إسرائيلية. بعد تصريح بوريطة في الأيباك إلى أبعد الحدود، في الواقع يعد محطة مفصلية في تاريخنا الراهن بين مرحلتين، وهو التزام رسمي بتسليم السيادة الوطنية للصهاينة وللحركة الصهيونية العالمية منذ إذن فصاعدا. وهكذا سيتابع المراقبون والمهتمون سلسلة من الوقائع والأحداث والقرارات تؤكد كلها أن المغرب دخل ما أسماه عدد من الفاعلين والقادة السياسيين عن حق عهد الحماية الإسرائيلية على المغرب أو الاستعمار الصهيوني للمغرب. عدد من مسؤولي مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين والمرصد المغربي لمناهضة التطبيع، القيادي الاشتراكي الوزير بن سالم حميش، القيادي الاستقلالي محمد الخليفة، الزعيمة الاشتراكية نبيلة منيب، القيادي اليساري أنيس بلافريج، القيادية الحقوقية خديجة الرياضي، القيادي الإسلامي عبد الصمد فتحي، إلى آخره من القيادات السياسية المختلفة والذين تحدثوا عن الحماية والاستعمار الصهيوني للمغرب. وقد تأكد كل ذلك وما يزال يتأكد من خلال تفريط في السيادة الوطنية درجة الإجرام في حق الوطن، وفيما يلي على سبيل المثال للحصر عناوين لقضايا ووقائع هذا في هذا الصدد بشأن استهداف الوطن وضرب الرمزيات وخلخلة الاستقرار. سبق في هذه القاعة وفي هذه المنصة بالضبط قبل سنوات أن أثرنا قضية معسكرات التدريب على السلاح والقتل تحت راية جاك بيني ما يسمى أشنيال تمازغا في جبال وويديان عدد من مدن المغرب تحت إشراف ضباط وحخامات جيش الحرب الصهيوني. جلسنا مع الحكومة في هذا الموضوع، النتيجة لا شيء. كان هذا قبل التطبيع الرسمي، أما بعد ذلك فسنعود إليه بعد قليل.
وإليكم العناوين بالتليغراف حتى أخفف على السيد الرئيس وهو كيخزر فيا. انظروا إلي جسرا. سأختصر. عشر دقائق. شكرا شكرا سيد الرئيس. نعطينا 30 دقيقة. بارك الله فيك. السي العزيز عطاك ربع ساعة. الله يحفظك. شكرا. تم ربط قضية الوحدة الترابية ومغربية الأقاليم الصحراوية باعتراف أو عدم اعتراف الكيان الصهيوني بها، بما يعني ذلك من إساءة بالغة للقضية وعدالتها، وتنكر لتضحيات الشهداء من أبناء بسطاء الشعب من ضباط وضباط الصف وجنود، وكذا تضحية كل الشعب المغربي في المسيرة الخضراء لتحرير أقاليمنا الجنوبية والإسهام بالجهد المدني لتنميتها والحفاظ عليها. كل الطرهات التي بنيت عليها تبريرات التطبيع المصلحة العليا للوطن في قضية الصحراء سرعان ما انهارت على وقع ضربات الصهاينة أنفسهم الذين يبرعون ويبدعون في إهانة شركائهم في التطبيع، فأصروا أن يدلوا بتصريحات غاية في الإهانة والإذلال للمطبعين ولرموز الدولة منها. تعمد نتنياهو أن يدلي بتصريح في نفس الأسبوع الذي تم فيه التوقيع على التطبيع ويجعل في خلفيته خريطة المغرب مبتورة من صحرائه. تعمد رئيس مكتب الاتصال الصهيوني الإدلاء بتصريح للصحافة الإسبانية يفيد فيه أن الكيان الغاصب لا يعترف بمغربية الصحراء وأنهم كدولة ديمقراطية يعتمدون المرجعية الدولية وينتظرون ما تقوله الأمم المتحدة في الموضوع. تعمد الإرهابي بن شباط الذي وقع عن الجانب الصهيوني اتفاقية العار مع الحكومة المغربية بالإدلاء بتصريح يربط فيه الاعتراف بمغربية الصحراء بالدخول في حرب مع الجزائر من خلال عنوان الفتنة الأكبر الصحراء الشرقية. تعمد نفس هذا الإرهابي قبل أيام فقط الإدلاء بتصريح كله إهانة واستغباء للمطبعين يقول فيه بأنه سيبذل كل الجهد لإقناع الحكومة الصهيونية الفاشية الجديدة للاعتراف بمغربية الصحراء، وهو ما يعني تعري لهؤلاء المطبعين وفضحهم أمام شعبهم باعتبار أن كل ما قيل لتبرير التطبيع بالصحراء على مدى سنتين كذب في كذب وضحك على الذقون. في نفس السياق تعمد الإهانات المقصودة والمدروسة للرموز الوطنية المفترض احترامها وإقامة الاعتبار لها ما يلي وبأسلوب تلغرافي دائما. إعلان رئيس مكتب الاتصال الصهيوني بالرباط المجرم دافيد غوفرين نفسه من جانب واحد دون الالتزام بالبروتوكول ولا بأبسط القواعد الدبلوماسية سفيرا لكيانه بالرباط، وهو ما جعل مناهضي التطبيع والصحفيين يطلقون عليه صفة السفير رغم أنف الرباط. وبيننا سفير محترم أخونا العزيز السيد إدريس الكتاني قيدوم الدبلوماسية المغربية. تصريح السفير رغم أنف الرباط بأنه يهين وأنه أكثر من ذلك يتعمد إهانة الدولة المغربية. إفادة مستشارته هشام درشول ماشي عزيز هناوي ولا عبد الإله بن عبد السلام ولا العالمي، هذه مستشارته التي كتبت وقالت وكررت هذا الكلام. قال السفير رغم أنف الرباط بأنه يتعمد إهانة الدولة المغربية، يتعمد إهانة الملك، هذا ما قالته هشام درشول. اغتصابه لنساء مغربيات بمكتب الاتصال، إشاعة الصهاينة وبأسلوب البروباغاندا في خضم شوهة مكتب الاتصال أن الملك رئيس لجنة القدس أهدى الكيان الصهيوني هدايا ثمينة بمناسبة 15 ماي ذكرى اغتصاب فلسطين النكبة أو ما يسموه عيد استقلال إسرائيل، تنصيب نائب رئيسة مكتب الاتصال الصهيوني نفسه ناطقا باسم القصر الملكي وترويجه على لسان الملك أنه يتبرأ من العلم الفلسطيني أي من فلسطين وهو رئيس لجنة القدس خلال رفع المنتخب الوطني للعلم في مونديال قطر. كتب في حسابه على الفيسبوك بأنه استفسر الديوان الملكي. الحملة الإعلامية للحاخامة على الملك وأفراد أسرته وعلى رأس ما يسمى الحاخام الأكبر السجين سابقا بتهمة الفساد في الكيان وشياو بينتو والحاخام شلومو ميارا
وبقائهم مع ذلك في المغرب وعلى نفقته يمارسون الشعوذة ويواصلون الفتنة والطحن في مؤسسات الدولة وبوسائل الدولة وبمال الدولة وضدا ورغما عن إرادة الدولة. في سياق الحديث عن الحاخامات يجدر التذكير هناك مثال وحسب بأحدهم وغزواته قبل التطبيع الرسمي، وآخر ومستوى وقاحته وتجرؤه على عقيدة المغاربة بالفقرة القادمة. الحاخام وضابط في جيش الحرب الصهيوني المدعو يهودا أبيكزير الذي كان يشرف على التدريبات العسكرية في جبال وأودية المغرب بعدد من المناطق لتكوين عصابة مسلحة على كيف تقتل بضمير مرتاح كما هو عنوان الدليل المعتمد في هذا التكوين، وعلى أسس إثنية وقبلية، ويدعو الجيش المغربي للتمرد على نفس الأسس إلى آخره. نفس الأمر يقال عن الضباط في جيش الحرب الصهيوني الذين يجوبون البلاد طولا وعرضا ويدعون أن الفضل يرجع لهم في تحرير الصحراء، وأن إسرائيل هي من جابت ردت لكم الصحراء، كما يقول الرائد في البحرية الصهيونية أبراهام أفيزمير في أكثر من مناسبة وأكثر من مدينة إلى آخره. وكما تتم إهانة الدولة بل وتعمد إهانة الدولة في شخص الملك، تعمد إهانة الوطن من خلال إهانة رمزه الدستوري العلم الوطني. ونريد هنا بعض الأمثلة على ذلك. رفع العلم الصهيوني الكبير فوق العلم المغربي الصغير بمقر الطائفة اليهودية بالدار البيضاء، رفع العلم الصهيوني إلى جانب العلم المغربي في مختلف المناسبات حتى المغربية الصرفة، بل وحتى الحزبية كما هو حزب رئيس الحكومة أخنوش، مؤتمر إقليم الخارج الذي كان يشرف عليه الوزير أنيس بيرو، وحضر فيه الموساد الذي رفع فيه علم الكيان ونشرنا هذا بالصوت والصورة. إشراف اليهودي الصهيوني أندري أزولاي على عزف النشيد العسكري الصهيوني بعاصمة البلاد، ورفع العلم الصهيوني إلى جانب العلم الوطني، إسقاط ودوس الأعلام المغربية من قبل الشرطة العنصرية الصهيونية بإسقاط ودوس حامليها من الفلسطينيين المقدسيين بالخيالة وتحت حوافر الأفراس وبالهراوات عند قمع احتفائهم بباب العمود بانتصار المنتخب المغربي في مونديال قطر، إلى جانب تعمد إهانة الدولة في شخص الملك واستباحة الوطن في ترابه وثرواته وشرفه وفي رمزه العلم الوطني، فإن الإهانة والاستباحة طالت كذلك عقيدة المغاربة بما هي أساس من أساسات الهوية ورابطة من أهم الروابط التي تجسد السيادة الوطنية. ولنتأمل هذه الومضة السريعة. الحاخام أبراهام جولان فخوري الذي نصب نفسه مفتيا وقيما على الشريعة الإسلامية لما قال بأنه جاء من إحدى المغتصبات الفلسطينية ليتولى شؤون الزكاة، وأنه ينتظر تعيينه من طرف الملك في هذا المنصب، وهذا ليس غريبا إذا اعتبرنا أنه حيثما حل وارتحل تقام له دنيا السلطات الإقليمية ولا تقعد لاستقباله أحسن استقبال ووضع كل شيء تحت تصرفه، تزنيد فاس إلى آخره، حتى أنه بدأ يعين ما يسميه سفراءه وسفيراته بطقوس تعيين وتسليم ظهائر التعيين. وليس غريبا أيضا إذا اعتبرنا أن من يتولى تدبير بعض ممتلكات الأوقاف والشؤون الإسلامية في نظارة الرباط وصل عاصمة البلاد ويهودي صهيوني اسمه جي أدرعي، قريب لم يكن شقيق وزير الداخلية في حكومة نتنياهو أري أدرعي الذي تم طرده قبل أيام بسبب فساده. افتعال ضجة الجنس والاغتصابات من مكتب الاتصال ورعاية هذا الأخير أي مكتب الاتصال لشبكة الشدود الجنسي وتنظيماته وأنشطتها وربطها بالمقدس والمعتقد بالدين الإسلامي من خلال إشراك وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في شخص ممثل لها هو المدعو الحسن السكنفل رئيس المجلس العلمي لصخيرة تمارا، نموذج مهرجان سيدي قاسم الذي نظمته جمعية يرأس أحد الشواذ وافتتحه المجرم جوفرين بآية من القرآن الكريم
ومثل فيها جامعة بن غوريون الصهيونية المدعيونس أبعدور، ممثل الشواذ المغاربة في المهرجان الدولي السنوي للشواذ في الكيان الصهيوني، وبالمدعو عبد العالي الرحماني رئيس ما يسمى جمعية موشي بن ميمون الذي اعتنق اليهودية التلمودية ويفتخر بعلاقاته بالاستخبارات الصهيونية الموساد، والذي يتوق لتنظيم مسيرة للشواذ جنسيا بمدينة الناظور. ما علاقة الجنس والشدود الجنسي بالعقيدة والسيادة الوطنية وبموضوع الدبلوماسية ومخاطر التطبيع؟ جواب هذا السؤال في فضيحة الدبلوماسية البوريطية فيما سمح له أو أريد له أن يظهر في فضائح مكتب الاتصال هنا بالرباط وسفارتنا بكولومبيا بوغوتا وما خفي أعظم، وهو ما أهل دبلوماسيتنا إلى استحقاق صفة دبلوماسية التطبيع والدعارة بامتياز وعن جدارة. ويمكن إضافة صفرة أخرى هي والغباء، وهل هناك أغبى من استضافة وتبجيل رئيس ما يسمى حكومة القبائل الانفصالية بالجزائر الذي يساند دولة الانفصال في الريف المدعو فرحات مهني الذي أعلن دولته داخل الكنيست الصهيوني سنة 2012 لإطلاق ديناميكية الانفصالات بكل من المغرب والجزائر معا في قمة الاتحاد الإفريقي عندما تقدمت كل من الجزائر وجنوب إفريقيا بمشروع قرار إسقاط عضوية مراقب للكيان في الاتحاد، لم يجد هذا الكيان أحد للدفاع عنه وعن عضويته إلا الخارجية المغربية، ما يؤكد واقع أن المغرب أصبح محمية إسرائيلية ووزارة الخارجية ملحقة بوزارة الخارجية الإسرائيلية. قمة النقاب الخيانية الأولى التي أدن فيها بوريطة الشهيد الفلسطيني وقدمت عزية لأهل أفراد الشرطة العنصرية القتلة المقتولين، والثانية التي يدين العالم كله فشية الحكومة الصهيونية لنتنياهو بن غفير بما في ذلك مجلس الأمن وأمريكا والغرب بل وعشرات الآلاف من الصهاينة المتظاهرين، ولا تجد هذه الحكومة من سند إلا بوريطة وزملاؤه في خيانة شعوبهم وأمتهم وكل الإنسانية فيما يسمى قمة النقاب. توقيع اتفاقية ومذكرة تفاهم مع الكيان الصهيوني ومنحه امتيازات في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية كامتياز الدراسات والتنقيب على النفط والغاز على ساحل الصحراء لشركتين صهيونيتين الذهب الأسود، وكذا توقيع مذكرة تعاون مع المكتب الشريف للفوسفات الذهب الأبيض، وكذا في سوق الذهب الأخضر الحشيش منذ تقنين زراعة القنب الهندي، أما الذهب الأصفر فتلك مغارة ملفوفة في أسرارها وألغازها إلى ما شاء الله، مع أن دراسة أركيولوجيا صهيونية عجيبة غريبة ما تنفك تتقاطر على طاطا ونواحيها. تقاطر الوزراء الصهاينة على المغرب بمن فيهم وزير الحرب الصهيوني الإرهابي بني غانز الذي أقيمت له صلاة بكنيس بالرباط تم فيها رفع أكف الضراعة إلى الرب لينصر جنود جيش الحرب الصهيوني على أعدائه المسلمين والعرب في فلسطين ولبنان والأردن وسوريا ومصر، وكان الحضور يرددون آمين في فضيحة جعلت بلادنا مسخرة للعالمين. توجيه وزير الخارجية الإرهابي لابيد تهديدا من الدار البيضاء للجزائر ترتب عنه قطع العلاقات الدبلوماسية وإغلاق الأجواء الجزائرية في وجه الطيران المغربي بعد قطع أنبوب الغاز، ثم طرد فلاحي العرجة الطرشة وما يسمى إغزر نفيقيك في فيقيك من استغلالاتهم الفلاحية التي أصبحت ثكنات عسكرية جزائرية منذ ذلك الحين، وضياع أكثر من 40,000 شجرة نخيل من أجود التمور بوفقوس وأزيكزا. تبختر الرئيس أركان جيش الاحتلال الصهيوني الإرهابي أفيف كوخافي في مجمعات وقواعدنا العسكرية بعد قتله لأربع طفلات مغربية في غزة أكبرهن لا يزيد عمره على 13 سنة حول الريف التمساماني وهي أمازيغية. تبختر الرئيس أركان جيش الاحتلال قلنا عقد ما يسمى منتدى مراكش لإحياء ذكرى النكبة واغتصاب فلسطين يوم 15 مايو الأخير على أنه عيد استقلال إسرائيل، وحيث كانت إسرائيل الشقيقة بين مزدوجتين هكذا كتبت كتب مناول والعطاشة ديال الأجندة الصهيونية في الدعوات إلى الحفل، وهي إسرائيل الشقيقة كانت هي ضيف شرف. وكل ما سبق هو ما جعل أندري أزولا يحسم في أمره ويتصرف كأنه المقيم العام الإسرائيلي في المغرب، فينظم ما أسماه منتدى الدار البيضاء لتوحيد الهياكل
بين المغرب وإسرائيل حيث اصطحب معه تأبط وضع تحت باطه ثلاثة وزراء مسؤولين عن القطاعات الاقتصادية مع رجال الأعمال المستثمرين في هذه القطاعات ليربطهم ومصالحهم بين نظرائهم في الكيان الغاصب، ويكمل ويجمل الأمر باستضافة رئيس الكيان نفسه هيرتزوك الذي أعطى توجيهاته للمنتدى عن طريق الفيديو كونفرنس. هذا رئيس الكيان، ما كانش الملك رئيس الدولة. توحيد الهياكل أي ربط المغرب بعجلة الكيان كملحقة. هل تتذكرون وليد الركراكي؟ ذلك الرمز الوطني صاحب شعار دير النية وقائد فريق مرضي الوالدين، فريق الساجدين إلى آخره إلى آخره. لا. لا 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 لا، يجب أن يكون مرتبطا بإسرائيل. ما كاين لا رفع العلم الفلسطيني ولا عبو الريح، لا رضا الوالدين ولا الساجدين ولا يحزنون. كاين وليد وعنت ليفي، ووليد وهيستر الدهان، إستر الدهان هدى بن القاضي، ووليد ولينا بن شطريط، وكل هنا مجندات بالموساد. وهذا ما كان خلاصة. خلاصة القول في دبلوماسيتنا ومخاطر التطبيع هي أن الانقلاب التدريجي الذي شهده صنع القرار السيادي منذ الانقلاب على شراكة الدولة والمجتمع بالانقلاب على حكومة السيادة الوطنية حكومة عبد الله إبراهيم في مايو 1960 لا يمكن إلا أن يفضي إلى السقوط الذي نحن بصدده اليوم. فالانفراد عوض الشراكة بتدبير السيادة الوطنية وقضاياها المختلفة ولا سيما الأساسية منها أدى إلى النتيجة الموضوعية في حصيلة اليوم، التفريط فيها أي في السيادة الوطنية ورهنها ورهن الدولة نفسها معها بيد إرادة القوى الاستعمارية من جديد. فمنذ محطة لا أبعد الحدود تم الإعلان عن رهن السيادة الوطنية للبلاد بيد الصهاينة، وهذا ما يفسر كل هذا التسونامي التطبيعي وهذا الإسهال فيما يسمى الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في كل المجالات مع الكيان الصهيوني، وكل هذه العربدة للصهاينة في البلاد، حتى أن أزولاي أصبح يتصرف كمقيم عام إسرائيلي في المغرب في ظل أخبار متداولة على نطاق واسع عن قرار توطين 2 مليون يهودي صهيوني حتى من غير أصول مغربية في بلادنا. ماذا يعني كل هذا؟ ماذا تعني الإهانة الصهيونية للرموز الوطنية؟ أو على وجه الدقة ماذا يعني تعمد الإهانة الصهيونية للدولة وللرموز الوطنية المغربية؟ ماذا يعني توحيد الهياكل؟ ماذا يعني إشراف أزولاي على عزف النشيد العسكري الصهيوني بعاصمة البلاد؟ ماذا يعني التدخل حتى في شؤوننا الدينية والعقائدية من طرف الحاخامات الصهاينة؟ ماذا يعني الإصرار على رفع العلم الصهيوني في كل المناسبات إلى جانب أو حتى فوق العلم الوطني؟ كل هذا له معنى واحد، هو أن الكيان الصهيوني يريد فرض أمر واقع يقول أن العلم المغربي لم يعد يعبر لوحده عن السيادة الكاملة للمغرب، وإنما هو تحت حماية دولة بين مزدوجتين، دولة أخرى لا تكتمل سيادته إلا بعلمها إلى جانب أو فوق علم المغرب. هذا المعنى الوحيد تحت الحماية والاستعمار الصهيوني الذي أصبحت النخبة الوطنية تتحدث عنه بوضوح كامل كما أسلفنا ذلك. وفي المجمل فالقضية كلها من أي وجه أتيناها هي في النهاية قضية ومعادلة الوحدة والتجزئة والتفتيت، وخلاصة الكلام هو أن الانفصال التطبيع، خلاصة الكلام في أن التطبيع والانفصال وجهان لعملة ولعنوان واحد، هو الخراب، خراب المغرب والجزائر معا. هذا ما يقوله والمنطقة كلها، هذا ما يقوله التحليل الملموس لواقعنا الملموس في أمر سيادتنا الوطنية وفي موضوع مجرد أخطار ذلك أن الخراب الذي كنا نقول أنه على الباب أصبحنا اليوم في خضمه، وعلى الجميع أن يتابع عمل الصهاينة والمطبعين بالصحراء، وعلى الجميع أن يتأمل ويده على قلبه معنى مسيرتي الصحراويين إلى المحبس وراس مليل، صحراويين الوحدويين،
وما معنى تأسيس تنسيقية الوديان الثلاث؟ فهل سيكون التطبيع مع العدو الصهيوني في خدمة الصحراء المغربية، أم أنه سيكون الصاعق ليس لتفجير الصحراء وحدها، وإنما لتفجير المغرب كله انطلاقا من الصحراء؟ التوصيات هي توصية واحدة هذه المرة، وهي عبارة عن دعاء: اللهم يا لطيف الطف بنا فيما تجري به المقادير. وكلكم تعرفون معنى هذا الدعاء في تاريخنا الرهين. شكرا على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا أستاذ أحمد ويحمان على هذا العرض الذي دام لمدة 40 دقيقة، يعني 30 دقيقة ديال السي أحمد و 10 دقائق ديال السي العزيز. إذا 30 دقيقة ديال لا 30 زادك 10 السي العزيز. أنا نزيد له 10 ديالي. الله يجزيك. إذا هو من بعد هذه هاتين المداخلتين المركزيتين في هذه الندوة حول الصحراء المغربية وقضية أو ومخاطر التطبيع، يظهر جليا أننا أمام مخاطر جمة محدقة بالبلد ككل وبالصحراء المغربية، التي كما قال الأستاذ العزيز وكما قال الأستاذ ويحمان سوق لنا منذ سنتين بأنها يعني سنحقق مكتسبات وسنحقق اعتراف وسنحقق أشياء أخرى. ولذلك التبست القضية على الشعب المغربي، أو على جزء على الأقل من الشعب المغربي، فيما لم تلتبس على القوى الحية المجتمعية التي ظلت رفضت هذا المسار من أول يوم، وظلت متيقظة يعني تناهض كل أشكال هذا التطبيع وتنبه وتحذر. اليوم هذه الندوة هي تحذير جديد وتنبيه أيضا لكل الفاعلين وللمسؤولين في الدولة المغربية. سنفتح النقاش لمدة 30 دقيقة أيضا، ونعطي الكلمة في البداية لأستاذنا المنسق السي عبد القادر العالمي. طبعا إذا يرحب بكم طبعا الذي يرحب بالإخوة، وأنا أنوب عنه في هذا التسيير. وأيضا السي بن عمر إذا كانت عنده كلمة. جيد، نبدا نسبقوا الكبار وعاد نشوفوا من هم اقل منهم كبرا مش الصغار. مرحبا، افتح المجال لبعض المداخلات. استاذ غفري، اسم الكريم غير باش حسن. حسن الحافظ. الحافظ عزيز النامي. الناوي ونبدأ. طبعا أود أن أشير لنا في عرض أخينا السي أحمد ويحمان عندما أشار إلى وليد الركراكي، ربما جاءت إشارة عامة، فهو يقصد أن كل تلك النجاحات التي حصلت والرمزية التي اكتسبها المنتخب الوطني برفع العلم الفلسطيني، أو اكتسبها يعني المدرب الوطني بقيمه الوطنية، يراد لها أن تمحى من خلال ربطه من خلال صور وربطه بمجندات إسرائيليات، وأيضا حتى إثارة عدد من التشويشات حول المنتخب الوطني وإقامته هناك وما كان ما راجع حول يعني إقامته هناك في قطر. هذا يراد منه اغتيال كل ما هو إيجابي، كل ما يربط المغاربة بوطنيتهم ويحيي فيهم النضال والصمود. أعطي الكلمة للأستاذ غفري فليتفضل. مشكورا. نخليه يبغي تيجي، هو بغى يخاطب السي وحمان، نخليه تيجي. السي حسن، تفضل السي حسن. تفضل هنا للمنصة غير باش يسمعوك. يلا طفيتو.
قرب الميكرو استاذ. قلت على ان افتتاح على القضاء في كلمة افتتاحية على ان هناك اشتراك عربية صدرت في الاونة الاخيرة منها بعض المعاهدات التي اشرفت عليها الحكومة بطبيعة الحال وكذلك بعض الطعون القضائية فيما يتعلق بالاتفاقية المغربية الإسرائيلية. فالقضاء اعتبر على أنه هذه الاتفاقية دخل في السياسة، بمعنى القضاء له رأي آخر على أنه مسوى الطعون التي طعنت في هذه الاتفاقية فهي مرفوضة. هذه ملاحظة أولى. الملاحظة الثانية في تقديري وهو على أن السي محمد قال واحد النقطة ديال الملحقة. أنا شخصيا ملحقة المغرب إلى دولة الكيان الإسرائيلية في اعتقادي غير صحيح. لماذا؟ لأن أعتقد على أن أولا الاتفاقية جات في واحد السياق ديال غياب واحد التوازن في الدول العربية أولا. ثانيا غياب موازين غير. النقطة الأساسية الأخرى تعرفون على أن الكيان الصهيوني هو مجتهد في الجانب الإعلامي. أعتقد على أن الكيان الصهيوني كان قويا إعلاميا وحضوريا في المغرب، ولكن كان ضعيفا في الجوار، يعني داخل الكيان الصهيوني الآن وما هذه السنتين مشاكل عميقة اللي عنده يومنا هذا، ثم في المحيط سواء تعلق الأمر بلبنان أو العراق إلى آخره. فالكيان الصهيوني فشل في المخطط ديالو ديال تخريب هذه الدول. فأعتقد بأن هذا الحضور الكيان الصهيوني ماشي تصور نقول بأنه قوي، لكن أعتقد بأنه أعتقد في هذه النقطة على أنه شرى الصورة الإعلامية في المغرب حقيقة. فأنا السؤال تطرح بالنسبة للمؤسسات، لان كاين اهانات، كاين الحضور، كاين امور كثيره الى اخره. فانا تنطرح السؤال من المسؤول؟ هذه اولا. النقطه الثانيه غياب الصحافه المغربيه. الصحافه لعبت واحد الدور خطير جدا في التراجع، لان ما كاينش واحد التعبئه اعلاميه من حيث المعلومه على ان تجي الصحافه وترد على مجموعه ديال التصريحات. فهذا الغياب هذا من طبيعه الحال تيخلي على ان ننظروا على نقولوا فينا الإسرائيل قوي وكذا، وفي الواقع هو ما قاويش. أولا الشعب المغربي حسن في هذه النقطة على أنه اعتبر القضية الفلسطينية قضية وطنية. وأعتقد الرجوع مثلا الرسالة اللي تصيفطات الجامعة العربية مؤخرا فيما يتعلق التحالف العالمي حول لجنة القدس، وإن كان من طبيعة الحال فيها واحد أعتقد بين مزدوجتين، تنشوف على الأقل في القراءة ديالها المتأنية في الاستراتيجية، في المفاهيم، في التعابير، في كذا إلى آخره. فهذا ماشي هو غريب علينا. فهذا شيء كله ملحق من 94 وسير 79 ديال مصر و 94 ديال الأردن وكذا. هذا واحد التحالف باقي تنظر على أنه ممكن يلقى واحد السلام بين مزدوجين. ونعتقد بأن الكيان الصهيوني ما يمكنش يدير السلام نهائيا. سلامه بمعنى تحفر القبر دياله. وشكرا. تحية لمجموعة العمل على هذه المبادرة، وتحية لك أستاذ رفيق العزيز ويحمان الشيخ. تحية للحضور كاملين، شكرا. أنا وياك السي ويحمان تنعرفوا على أن التطبيع بدا قبل 22 دجنبير 2021، ملي كنا في الائتلاف المغربي بمناسبة مئوية بلفور، ومنين وزير الفلاحة آنذاك اللي هو رئيس الحكومة الحالي استضاف شركة صهيونية في معرض الفلاحة دمكناس، ورفعنا دعوة ضد وجود شركة صهيونية وفق قوانين المغربية آنذاك اللي كان ما كاين لا تطبيع لا والو. خسرنا القضية ماشي لأن محامينا ضعاف ولا لأن الملف ديالنا ضعيف، ولكن لأن الاختراق والتطبيع كان بادي من تحتها
يعني منذ سنوات، والنهار تعلن ما يسمى بالتطبيع، فهمنا انهم دازوا للسرعه الثانيه، هما الان في تحالف ماشي غير في التطبيع، كاين تحالف عسكري الى اخره. في الواقع سابقا والى عهد قريب، الشعب المغربي عندما يناصر فلسطين فهو تيناصرها بحكم انها قضيه عادله، قضيه انسانيه، قضيه عربيه، قضيه كل واش كيصبغها اسلاميه اللي بغيتي، ولكن كان فيها جانب من العاطفه ومن نوع ديال التضامن. هذا هو الواقع. لكن الان في مناهضتنا للتطبيع والخطاب اللي خصنا نحملوا لهذا الشعب هو ان هذا الوضع ديال الحالي مع الكيان الصهيوني خطر على المغاربه، وخطر على المغرب، وخطر على التنميه ديال اي مغربي مغربي، هذه العلاقه اللي عندنا مع الكيان الصهيوني. هذا هو الخطاب اللي خصنا اليوم نوجهه للشعب المغربي. وابتلينا باحزاب في هذه البلاد، اما تيصرح تيقول لك توجيه صاحب الجلاله يعني قاضي شغلو بغيتي تخبى مور الملك، او احزاب كتدعي ملكيه دستوريه وهي في خدمه المخزن اكثر من خدمه الملك، او احزاب تجهر بديمقراطيتها والرغبه ديالها للديمقراطيه لهذ البلاد ولهذ الشعب. في الواقع السي ويحمان، في هذا الصراع اللي كنخوضوه من اجل الديمقراطيه في هذ البلاد، واللي تجهد في 20 فبراير وكان تيتقال لنا الخليج خلصوا الفلوس باش ما تكونش عندنا الديمقراطيه، والخليج شنو استفدوا دابا؟ راه اسرائيل اللي استفدت. غياب الديمقراطيه في هذ البلاد مستفده منه اسرائيل. واليوم ما كيوقع في بلادنا وفي خيرات بلادنا وكل ما تيوقع مستفده منه اسرائيل. وهذا رئيس الحكومه الحالي اللي كان في وقت وزير فلاحه كان بتنسيق مع الصهاينه وكذا مستقوي علينا كاملين باسرائيل. واليوم الى شي مغربي كيشد السميك وكياخذ مطيشه ب 14 درهم فلانه كاين مشكل ديال الديمقراطيه. لي بيس كونديناف علاش عدو الاسرائيل؟ ما هي مسلمه؟ ما هي عاطف؟ علاش؟ لانها دول ديمقراطيه وكتامن بالحقوق الانسان الكوليه. هذا علاش البيس كونديناف كامله هي مناهضه لاسرائيل. هذا الشعب خصو يفهم بلي ان الديمقراطيه راه هي الحل، وراه ما غتلقى في حداك غير العزيزه السي ويحمان. انا عارف شنو نقول، تنقصد غتلقى حداك الاحزاب اللي كتناضل من اجل الديمقراطيه ديال هاد البلاد، من اجل الدمقراطه ديال هاد البلاد. اما باقي للاسف اللي وضع نفسه في خدمه المخزن ولا في خدمه المخزن ولوبياته، راه واخا يكون معاك في اللحظه ديال العاطفه ولكن اللحظه ديال الجد ما تلقاهاش حداك. فالخطاب اللي خصو يوصل للشعب ان الديمقراطيه هي الحل، وشكرا. شكرا. بدوري قدمت الشكر للسي العزيز على كل ما تفضل به، وكذلك يعني الاستاذ ويحمان. في الحقيقه انا عندي بعض النقاط، ولكن غادي نحاول نركز على نقطه واحده وغادي نخليها هي الاخيره، ولكن لا باس يعني من الاشاره يعني لبعض الجوانب اللي هي مرتبطه بما نحن بصدده، يعني العلاقه يعني ديال التطبيع يعني بالقضيه الفلسطينيه. طبعا حنا كلنا تنعرفوا بان المغرب وقع يعني واحد التوقيع اللي كان ثلاثي، ولكن هو في الحقيقه ان الاتفاق ما كانش ثلاثي، وهذه راه ضروري خصها توضح مزيان، لان النهار جاوا وقعوا بثلاثه راه ما داروش اتفاق بثلاثه. بمعنى ذلك ان المغرب راه جلس مع الامريكيين واتفق معهم على شي حوايج، وجلس مع الاسرائيليين واتفق معهم على شي حوايج. وهنا راه الامر يعني كيختلف، وكنظن بان القانونيين كيمكن لهم على كل حال يوقفوا يعني على هذه النقاط يعني كثيرا. بالنسبه يعني للامريكان، شنو جمع المغاربه مع امريكان؟ اولا يعني المغرب دفعته امريكا دفعا باش يحاول ما امكن يدخل في علاقات او يجددها يعني كما قالوا يعني مع الكيان يعني الصهيوني، على اساس ان امريكا غادي تعترف يعني بمغربيه الصحراء. وطبعا يعني في هذاك النهار يعني اللي غادي يوقعوا
ترامب راه دار ديك التغريده ديالو بان كيقول بان الصحراء راها مغربيه. وطبعا يعني السي العزيز شار لواحد النقطه جوهريه، لان الولايات المتحده الامريكيه لو كانت يعني جاده يعني في هذا الامر كله كان خصها في الحقيقه تدفع يعني الممثله ديالها يعني في الامم المتحده وتدفع يعني بقرار ينهي يعني هذا النزاع، وهذا امر ما موجودش. بل على العكس من ذلك، ان ممثله الولايات المتحده يعني في مجلس الامن شنو تدير؟ تقول بانهما يعني مع القرارات ديال الامم المتحده، وبل اكثر من ذلك يقولوا بانهما مع تقرير المصير. اذا يعني والمغرب شنو اعطى يعني الولايات المتحده؟ شنو غياخذ منها في الوقت اللي غادي يدفعوه؟ غادي يديروا، قالوا له غادي يعملوا يفتحوا يعني القنصليه يعني في الداخله. هاد الولايات المتحده الامريكيه واش فتحت الان يعني قنصليه في الداخله؟ راه ما فتحتهاش. وان كانوا يعني كذلك الخبراء والقانونيين كانوا كيقولوا للمغاربه راه ما كانش خصكم ديروا هذا السقف هذا، لان هذا سقف يعني منحط. كيف يعني احنا غادي نجيبوا نعترفوا للاخرين وندخلوهم والامريكان غادي يجيو يحطوا القنصليه يديروا قنصليه يعني في الداخله؟ بل كان خصهم يطلبوا منهم على الاقل، هادو الناس اللي كينظروا للامر من برا كانوا كيقولوا لهم على الاقل انهم يدفعوا بقرار واضح يعني في مجلس الامن باش يكون اعتراف يعني بمغربيه الصحراء وانهاء النزاع يعني مره يعني واحده. اذا هذه جوانب، ولكن انا نبغي نقول واحد النقطه اللي هي الاخرى غادي نختم بها، لان هذا الشيء هو اللي قلنا كامل واللي سمعنا، هي المخاطر. كاينه مخاطر حقيقيه، وعلى هو الكيان يعني الصهيوني تجي من موراه يعني شي حاجه من غير يعني المخاطر؟ على هي الفوضى والحروب يعني في المنطقه شكون اللي موراها من غير يعني الكيان الصهيوني والامبرياليه الامريكيه اللي هي في الحقيقه استعمار واسع؟ راه ما عمر شي حاجه كتجي من موراهم. وانا نقدر نقول كلام خارج يعني هذا الشيء اللي احنا كنتكلموا فيه، لانه راهين احنا راه القران الكريم يخبرنا بانهما ما جاش من موراهم شي حاجه مزيانه، بل هما تلفوا الانبياء. يعني الانبياء يعني حمقوا، ما صعاب يعني بزاف في المسائل ديالهم، بمعنى التاريخ يشهد عليهم بانهم راهم ما تيعطيو حتى شي حاجه، ما تيعطيو والو. نجي للنقطه الاخرى، شنو هي؟ إذا كانت الدولة اليوم يعني في خطر، حنا كنقولوا الدولة في خطر، يا سيدي المجتمع فين هو؟ أين هو المجتمع؟ راه دار يعني واحد مؤخرا، حنا مازال كنقولوا بأن الشعب المغربي راه ضد التطبيع، لأن كان مؤخرا من بعد ما توقع راه دارت بزاف ديال الأعمال والتقارير اللي صدرت، راه لقاو بان 88% من المغاربه تيقولوا لا للتطبيع ولا للعلاقه يعني مع الكيان الصهيوني. وطبعا حتى هذيك النسبه اللي كتبقى راه اما الناس كيسكتوا ولا شي حاجه، ماشي كلهم كيقولوا ايه. اذا عمليا راه المغاربه راهم ضد يعني التطبيع. ولكن هاد المغاربه احنا ما كنسالوش انفسنا كاحزاب كمنظمات، هاد المغاربه اللي ضد التطبيع فينا هما؟ شنو هي العلاقة ديالهم اليوم يعني مع الأحزاب السياسية؟ واش هاد الأحزاب السياسية بغينا نقولوا صافي خليوها تمشي لعند الآن يعني أحزاب يعني كما سماها سي فوغري الأحزاب يعني المخزنية والأحزاب كذا، صافي يعني نفضيو ونساليو ونعطيوهم يعني كل شيء؟ هاد الناس اللي كانوا البارح كيقولوا بأن القضية الفلسطينية قضية وطنية، فين هما اليوم؟ أنا كنقول بأن الدولة حتى إلا قلنا بأن كاين ضغوط حقيقية عليها، نحن لا نبرر لها هذا الموقف الحقير اللي خدات واللي هو فيه أضرار بالغة على الوطن وعلى الأمن القومي العربي، لأن الصهاينة اللي جاوا لهذه الدول اليوم واش هما جاوا لأنه قويين؟ راه دائما أنا كنقول واحد الكلام، لأن الكيان الصهيوني خسر المعركة في البلايص اللي كان كيدير فيها المعركة، خسرها. بمعنى ذلك إذا كان الكيان الصهيوني بغى يثبت يعني الآن شي حاجة ويثبتها يعني الآن في الأراضي المحتلة ويثبتها يعني مع لبنان
ويثبتها يعني في سوريا، لان هي هذه المناطق ديال الصراع الحقيقيه، وهذه هي دول الطوق اللي فيها بالفعل الصراع على اشده. اما يعني غادي نجي يعني للبحرين، شنو البحرين نربط معها علاقه، نجي للمغرب نربط معها علاقه، لا يغير من الامر يعني شيئا. الصهاينه غاديين للنهايه ديالهم. حنا كنردوا القول وكنقولوا بان الزعامات العسكريه ديالهم هي اللي كتقول هذا الكلام. المجتمع بين قوسين، واخا ما عندوش مجتمع، المجتمع يعني الصهيوني مجتمع يعني تفكك داخليا. وحتى يعني ذاك الجيش اللي كانوا كيقولوا عليه جيش لا يقهر، قهرات المقاومه في فلسطين وفي لبنان. اذا عمليا هما محاصرين كيقلبوا على شي حويجات هكا. ولكن انا كنقول بان اذا كانت الدوله في خطر يجب على المجتمع ان يقوم يعني بدوره لايقاف يعني هذا الانحدار يعني الخطير الذي لا يبقي ولا يضر. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا كل تحيه للمنصه، كل تحيه لمجموعه العمل الوطني لمجلس فلسطين. طبعا موضوع الندوه اليوم موضوع حساس جدا وخطير جدا، يتجاوز موضوع او مستوى التضامن مع فلسطين. وان كانت المجموعه اسمها مجموعه العمل الوطني لمجلس فلسطين، فنحن اليوم ازاء ملف من اجل المغرب، المغربي اولا. طبعا فلسطين قضيه وطنيه والصحراء قضيه وطنيه. الذي جرى في هذه الزفة التطبيعية الجديدة، لأن كاين زفة تطبيعية قديمة رسمية ديال 95 ل 2000 بلا الزفة التطبيعية المتواصلة منذ 50 عاما منذ غدا الاستقلال. لكن هذه الزفة الجديدة بنيت زورا بهتانا من مدخل قضية الصحراء بصناعة التناقض الوهمي المتصهين مع قضية فلسطين وشيطنة فلسطين والقفز على ما يسمى حاجز فلسطين للمرور الى التطبيع البراغماتي او ما يسميه ما سماه ترامب سلام الشجعان واتفاقيه الابراهيميه الشجعان مع الامارات مع البحرين في البيت الابيض، ثم بعد 20 يوما او شهرا مع المغرب. انا عندي فقط 9 نقط، لن اطيل، ما تخلعش الشيخي، لن اطيل 9 نقط بالطريقه التلغرافيه. المدخل التاريخي للدبلوماسيه الوطنيه في المغرب انها مجال بين قوسين غير خاضع للبنية الديمقراطية للتداول على القرار في بنية القرار. هو القرار الدبلوماسي والذي هو جزء منه التطبيع هو قرار مركزي، مركزي في عمق المركز الدولة، وبالتالي التطبيع ينزل قسرا على المجتمع بقرار فوقي فجائي كان ولا يزال هو المدخل اللي وقعنا الآن، فهو مجال مغلق. ثانيا التطبيع باسم الصحراء ليس جديدا. 2009 كانت رسالة ديال باراك حسين أوباما إلى الملك محمد السادس، الرسالة موجودة في الإنترنت، فيها ثلاثية القدس الصحراء التطبيع، وكانت بعبارة يعني منطق السياسة الدولية كسر عظم للمغرب. الحزب الديمقراطي أوباما الآن دخلنا التطبيع مع الحزب الجمهوري مع ترامب بنفس المقاييس نفس العناوين. سقوط زفة التطبيع عدة يعني مساقط. السقوط الأخلاقي، نرفض كمغاربة أن يربط التطبيع بقضية الصحراء المقدسة، قضية الوحدة الترابية، لأنه ببساطة ما ربطناش الاستقلال بالتطبيع، فكيف نربطه بالصحراء الآن؟ كنا مستعمرين لما أنشئت إسرائيل الكيان الصهيوني في 48 كان الاحتلال. ماذا نفعتنا ما يسمى الجالية اليهودية في إسرائيل اللي قال عليهم بوريطة رعايا أمير المؤمنين في الحوار التلفزيون بعد التوقيع؟ قال عندنا مليون من رعايا امير المؤمنين، فادخل انفهم اماره المؤمنين في التطبيع، وهذه جريمه مقدسه كبيره. هذه الدوله قائمه على اماره المؤمنين بشكل محافظ وديني وروحي، فربطها بوريطة بالتطبيع الصهيوني. اماره المؤمنين كثار من الصحراء، لان اماره المؤمنين في عمرها على الاقل 1200 سنه ان لم يكن اكثر منذ دخول الاسلام الى هذا البلد العزيز. فاذا هذا امر خطير جدا. السقوط الفعلي، وما نعاودش داكشي اللي قال السي احمد في العرض المركزي، لكن السقوط الفعلي وثقه محمد صالح التامك المندوب العام لاداره السجون في مقاله الخطير والشهير اللي ما انتبهلوش الناس. كتب مقال 5 شهور من بعد التوقيع، نشرته الدوزيام في لوسيت، نشرته وكالة المغرب العربي للانباء، عنوانه امريكا تريد تأبيد مشكل الصحراء. هذا محمد صالح التامك.
اللي مسؤول على تحديد الهوية مع المينورسو والمندوب العام للسجون الدبلوماسي الصحراوي باش يقول هذا المقال تمك ماشي سهل. وبيضا مازال ما دارش قنصلية في الداخلة وبلا ما نقول لك يا الصيني لا يشرفون انه الكيان يعترف ما يعترفش، لكن حتى من داخل هذا السقف الطبيعي المخزي لم يعترف الى الان. السقوط في افريقيا، اصبحنا الان وكلاء للدبلوماسيه الاسرائيليه في الاتحاد الافريقي، والان القمه غتكون في هذا فبراير، ولو كان ظننا بوريطانيا غادي يمشي في نفس التوجه. الخطاب الملكي ديال المسيره الخضراء، الشركاء الجدود، اعلان سقوط نظريه التطبيع باسم الصحراء من قمه الدوله. من هم الشركاء الجدد؟ اجماع المراقبين على ان امريكا واسرائيل. مفهوم الشركاء الجدد في الخطاب الملكي بمعنى مازال ما كاين والو. فلماذا كل هذه الزفه نحو الصهيونه؟ التعليم، الثقافه، الفن، السينما، العسكر، الامن، الاركيولوجيا، حتى صلاه الاستسقاء. راه ما كنضحكش، مسؤوله مكتب الاتصال عنات ليفي قالت لا حاجة للمغاربة بصلاة الاستسقاء مع التكنولوجيا الإسرائيلية في تحلية مياه البحر. ما تحتاجوش لربكم المغاربة حيت كاين إسرائيل. ما تحتاجوش لربكم. ما تحتاجوش لربكم، نعاودها. لأن لا أنا ما كنعايرش أنا حاجة. لا أنا كنقول جملة قالتها عنات ليفي المسؤولة الآن عن التوأمة الاقتصادية والصناعية مع إسرائيل. عنات ليفي مسؤولة الموساد اللي هددت أسامة درشول بالقتل. شما درشول كتبتها، شما درشول موظفه في مكتب الاتصال، شما درشول قالت هددتني وما النيابه العامه ما تحركتش. على كل حال كانت موظفه والان تكتب مقالات تفضح الامر وان كانت لا زالت مطبعه. فهل تلتحق الصحراء بشنقيط لما اضعناها في بدايه الستينات؟ ضيعنا شنقيط، ضاعت موريتانيا، واكتشف المغرب الدوله المهزله واكتشف الفخ في 60 61. هل سنضيع الصحراء مجددا؟ على اعتاب تل ابيب. الدبلوماسيه المتزحلقه نحو الخراب الشامل، وهنا عنوان دعم جمهوريه القبائل. عمر هلال الدبلوماسيه ديالنا المغفله والبليده واللي ما عندهاش ذاكره، فرحات مهني اللي كتدعمو اس عمر هلال يدعم جمهوريه الريف، راه كيرفع العالم جمهوريه الريف في باريس وكيعطي الكلمه مسؤول جمهوريه الريف باش يلقي الكلمه، وهما كيرفعوا العالم جمهوريه القبائل في باريس غير قبل 4 سنوات. ولكن نستقبل جمهورية القبائل في إنزقان في مهرجان أركان بحضور بعض الوزراء مغاربة، بعض الوزراء وحضور رئيس جمعية الصداقة الإسرائيلية، كنستقبلوا مسؤول حكومة القبائل نائبه، وكيرفع العلم في المنصة بحضور بعض الوزراء ورئيسة الجهة مبركة بوعيدة. فهل نعترف بحكومة القبائل، دولة القبائل تحت عنوان زعما كأنك في الجزائر؟ طيب هل القبائل كتعترف بجمهورية الريف؟ وذاك فرحات مهني كيعترف بجمهورية الأزوات في مالي الأمازيغية، كل شيء أمازيغية. فما يمكنش اسرائيل توحد لك التراب، واسرائيل قائم على التقسيم. تقسيم السودان، تقسيم كردستان العراق، تقسيم لبنان، تقسيم سوريا، تقسيم المغرب. ما يمكنش فجأة توحد لك المغرب في القضية ديال الصحراء. الدبلوماسية الثقافية الصهيودية بقيادة ازولي، مهرجانات الصورة موكادور، بيت الذاكرة، وعزف النشيد العسكري في مسرح محمد الخامس في الذكرى 60 لتأسيس المسرح. يعني الذكرى 60 ارتبطت بعزف النشيد الإسرائيلي في المسرح. التطبيع باسم الصحراء هدية مجانية للانفصال. هدية مجانية للانفصال. الآن دعاية صهيونية. أختم معذرة على الإطالة. أحيلكم إلى شريط فيديو مباشر قدمه الصحفي السابق بالتلفزة المغربية الراضي الليلي. ياك الراضي الليلي ولا انفصالي الآن ولا بوقت الانفصال. سمعوا الشريط ديالو ديال صهيونة الصحراء. أنا ما كنأيدوش، ما كنتفقش معاه طبعا. اصبح بوقا لعسكر الجزائر والبوليزاريو. لكن خلي من انه بوق، المضامين اللي قال تما ما يجري في الداخله، ما يجري في العيون، في واد نون، في قلميم، يجعل الصحراويين المغاربه الوحدويين الوطنيين يستحيون يقولوا احنا وحدويين، لانها تقارن او تتوأم بالصهيونيه. والان تنسيقيه الوديان الثلاث، قلبوا على ما هي تنسيقيه الوديان الثلاث، واد نون، الساقيه الحمراء، واد الذهب. تنسيقيه الوديان الثلاث الان تتحرك ضد الاستهداف لاراضيهم وللجماعات السلاليه وكذا، ولتقديم هذه الثروات الى المستثمر الصهيوني. واللي كنشوفوا الراي ديال الكيان في معبر القرقارات هذه عامين،
اللي مشى للداخل يدير السورفين من الصهاينه كيمشي للقرقرات وكيهز العلم الصهيوني. نقدم هديه للبوليزاريو. والان في هذه السنتين اكبر منصه للدعايه الانفصاليه هو هذا الموضوع بالذات، هو الصهيونيه والصحراء. ما بقاش عندهم حتى دفع اخر الا هذا. من قدمه؟ انها دولتنا للاسف الشديد. السلام عليكم. مهدر بسم الله الرحمن الرحيم. كاين واحد المبدا في الجيولوجيا في الاستراتيغرافي كيقول لو برينسيپ داكتواليزم، مبدا التحيين. الى بغينا نفهموا واش طرا في الماضي الجيولوجي العميق نشوفوا واش كيحدث الان، والعكس صحيح. الى بغينا نعرفوا اش غنحققوا من هذا التطبع نشوفوا الدول اللي سبقتنا في التطبيع. مصر اللي الوقت اللي طبعت كان الجنيه ديالها كيسوى 3 دولارات اليوم كيسوى 33 دولار. والأردن الذي لا يجد قطرة ماء يشربها. خصكم تعرفوا أن الآن الأردن هو من الدول ديال المنطقة كلها اللي عنده واحد المشكل خطير، هو المشكل ديال المياه، لان جزء منه كيسرقوا الكيان الصهيوني، جزء منه لوثوا الكيان الصهيوني، وداك الشيء اللي كيبقى ما كيكفيش الفرد او الشعب الاردني. ولا جيتي تشوف شحال كيبقى ديال المال الشعب الاردني بالنسبه للدول العربيه، هي اقل كميه في العالم العربي هي اللي كتبقى للانسان الاردني. هذا اللي احنا باغيين نجيبهم يحلوا لنا المشكل ديال الماء. اليوم راه بغيتكم تتبعوا مزيان واحد الخبر نشرته الجزيرة على واحد المجموعة اسمها مجموعة خورخي، عمل دانفيستيغاسيون قامت به صحيفة الهارتس الصهيونية. هاد خورخي هذا هو واحد، هذا اسم حركي، واحد الضابط في الاستخبارات الإسرائيلية كيقدم خدماته للأنظمة للأحزاب هذا في مختلف مناطق العالم، كيشوه الشخصيات، كيبدل كيساهم في خلق رأي عام مضاد للقوى الوطنية إلى آخره. وهذه المجموعة الهدف ديالها هو نشر الفوضى أوطاننا. راه نتبعوا هذا الموضوع في الجزيرة لأن يمكن نلقاو فيه شخصيات. نعم، يمكن غادي نلقاو فيه شخصيات مغربيه ونفهموا بشكل عميق النتائج الانتخابات الاخيره، ونفهموا علاش ترسم هذاك البرلمان اللي كيصوت لصالح الكيان الصهيوني. نتبعوا هذا الموضوع، هذا راه مهم جدا. انا كنقول انه اسرائيل ما يعني منسجمه مع نفسها. فعام 1982 قدم احد العرابين ديالها واحد المخطط لاسيا حول إعادة تقسيم الوطن العربي والإسلامي. هذه منطقة المينا اللي كيسميوها المينا ضمن ما يسميه هو بحدود الدم، إعادة بناء هذا. وفي عام 1983 غادي يصادق في جلسة سرية الكونغرس الأمريكي على ذاك المخطط ديال برنارد لويس اللي هو يهودي بريطاني وختم بامريكي. اسرائيل كتشتغل ضمن داك المخطط، وفي هذاك المخطط المغرب مقسم لجوج على الاقل، جوج ديال الدول، جزائر ثلاثة، جوج ديال الدول اللي هي هذا المغرب التاريخي اللي كنعرفوه، ثم الصحراء اللي غادي المغربيه اللي خصها تمتد للصحراء الجزائريه والتوارك الى اخره. فاذا هي كتشتغل ضمن هذا المنطق. علاش جات اسرائيل لهنا؟ هذا الجواب خصنا نجاوبوا عليه. الا بغينا نجاوبوا عليه نفهموا الاستراتيجيات ديال الناس اللي صنعوا اسرائيل. بن غوريون كان عنده واحد الفكره،
واحد الاستراتيجيه سماها كان كيسميها تحالف المحيط لاليونس دو لا بيريفيري. هذا خطه كنطرحها بن غوريون وسعى ليها. في البدايه كان عنده جوج دول اللي كيعتمد عليها في هذا لاليونس دو بيريفيري اللي هي تركيا وايران، ايران الشاه. طبعا تركيا غادي تبقى معاه في هذا لاليونس، ولكن ايران من بعد الثوره خرجت من بين يديهم. انا ذاك الكيان الصهيوني مع الموت، بالاخص من بعد الموت ديال جمال عبد الناصر، ومن بعد الاخفاقات ديال الدوله المصريه والجامعه العربيه في ابقاء واحد النوع من التواجد ديال افريقيا، بدا الكيان الصهيوني كيهتم بافريقيا، وغادي يهتم بدولتين او ثلاثه ديال الدول، وغنفهموا علاش يهتم بهم. يهتم باوغندا، يهتم باريتريا، ويهتم بالحبشه اللي هي اثيوبيا. وهادو اثيوبيا منبع النيل الازرق، واوغندا منبع النيل الابيض. من هذيك اللحظه بدا التامر على السودان. السودان اللي برغم التطبيع ديالو التقسم، واللي قسم هو الكيان الصهيوني، والى الان السودان راه مهدد بالتقسيم. دارفور ومن غير دارفور كاين حتى ديك المنطقه اللي حدا اريتريا، منطقه اللي حدا اريتريا هي كطالب بالانفصال. اذا الكيان الصهيوني في اطار ما كيسمي بلاليونس دو لا بيريفيري كيجي لواحد المنطقه من اجل تخريب الدوله، اللي لان ملي مشى عند الشاه، الشاه احتل او كان هو الشرطي ديال الكيان الصهيوني الامريكان في الخليج. في الخليج اذا هو ملي جا عند هاد الدول اثيوبيا وغيرها من اجل باش يسهل عليه تمرير الاسلحه للجنوب الى اخره. اليوم نطرح سؤال اجي عمل عندنا هنا، خلينا من التجاره وخلينا من هذا. واحد النهار غادي يجي وزير الدفاع الصهيوني بوفد عسكري، وغادي يطلب هذاك الوفد في زياره القشله ديال يعني التكنه ديال بن قرير، اللي هي تكنه فيها المدرعات، اكبر تكنه في المغرب، المدرعات فيها الطيران فيها كل شيء. غادي يطلب ان الكيان الصهيوني يبدا يستافد من المطارات المغربيه. السؤال علاش بغى هذا الكيان الصهيوني هذه المطارات المغربيه والطائرات الحربيه الصهيونيه، علاش بغاها؟ رجعوا لسياسه لاليونس دو لا بيريفيري. اذا هو كيستهدف دوله اخرى، تفاهمنا، عرفنا الدوله من كيستهدف هي الجزائر. طبعا الكثير ما كيعرفش علاش الجزائر مستهدفه. الا بغينا نعرفوا علاش الجزائر مستهدفه، الكيان الصهيوني ما خرجش من الجزائر لان ضد التطبيع ولا ضد هذا. الجزائر عندها بعض الطموح للاسف الشديد، حنا بلادنا سامحنا فيه، لان بغات تبني واحد النواه نوويه، نواه نوويه ديال تعمل مركبات نوويه نيوكليير، وعندها الان واحد المصنع ديال البحث العلمي وديال تطوير المسائل النوويه في الجنوب، العاصمه الجزائريه بعيد على الجنوب ديال العاصمه الجزائريه ب 300 كيلومتر في الجبال. هذاك كيشوش على الكيان الصهيوني. رجع لسياسه المحيط، اذا الكيان الصهيوني بالنسبه له كما عمل مع تموز في العراق، بالنسبه له هذاك من الامور اللي خصها تستهدف في المستقبل. رجع القضيه ديال سياسه ديال لاليونس دو لا بيريفيري، هادشي راه ماشي جديد. في عام 1984 بعد ما ضرب تموز، الكيان الصهيوني كان كيفكر باش يضرب المنشآت النووية الباكستانية، واتفق مع اندرا غاندي على هذا الامر، وعملوا المخطط. هذه ماشي الجزائر، هذه باكستان بعيدة على ما هي لا عروبة ولا دولة مسلمة، ولكن بعيدة حتى على منطقة الصراع. كانت غادي تضرب، عندهم واحد المركب اسمه مركب، واحد المركب نووي اسمه كاهوطا، تعمل المجسم ديالو في صحراء النقب، وتدرب الطيران الصهيوني على ضرب هذاك المركب ديال كاهوطا.
علاش ما تصدرش؟ لان الهند امريكا حضرات، ولان الهند تراجعت في اخر لحظه، حيت الهند ما كانش عندها، ما كانش تيقرا واش الباكستانيين وصلوا القنبله النوويه او ما وصلوهاش، فاذا ما بغاتش تغامر. ثم لان باكستان طلبت من الدول العربيه، هادشي اللي راه كاين الان ملتق، انها تعطيها المطارات باش ترد في حاله ما الى ضربت تضرب لك المركب كاهوطة. الدول العربيه رفضت كلها ان الباكستانيين يمشيو يقنبلوا الكيان الصهيوني ويرجعوا، لان عندهم غير الاف 16 ما يمكنلاش يمشي وترجع، خاصها تنزل تزود بالوقود. رفضت الدول العربيه، فقررت باكستان انها غتستعمل كل الاف 16 ديالها في عمليه انتحاريه، فتراجع الكيان الصهيوني على هذا الاساس. رجع لسياسه المحيط، اليوم لاحظوا ملي دخل الكيان الصهيوني هذه المنطقه وعلاقتنا مع الجزائر كتدهور. هذاك دابا هاد خورخي الهدف ديالو هي نشر الفوضى، ومدخل من مداخل نشر الفوضى هي هاد الحمله، لا من طرف المغاربه ولا من طرف الجزائريين في الفيسبوك وفي المسائل، لتهيئ الاجواء ولتوتر الاجواء. وهذا راه انتبه له المالكي لحد ما، الوقت اللي قال في الخطاب، واحد الخطاب ديال العرش، انه ما يمكنش تستعمل الاراضي المغربيه كمنطلق لضرب الجزائر. وشكرا. بعد التشاور مع السي احمد اعطي الكلمه للسي العزيز، لان السي احمد خدا تبعنا السي احمد نبقاو هنا. انا غير بعجاله كنحكي نتفاعل حول جوج ديال النقاط. الاولى فيما يخص، لكن كنظن السي عبد الحميد تكلم على هادشي ديال ما هو انساني، العلاقات الانسانيه اللي كيسميوها هما علاقات انسانيه وما يقع هنا، انا كنظن المجتمع المغربي مازال بخير. والتطبيع لحد الان مازال ما وصلش للمجتمع، عندي دليل في ذلك. كاين واحد المعهد امريكي دار من بعد الاتفاقيه ديال ما سميت اتفاقيه ابراهام، كيتسمى ابراهام اكورد، معهد اتفاقات ابراهيم للسلام، وكيعطي سنويا دابا دو رابور. الرابور الاول في 2021 حول سنه 21، ودار واحد الان يلاه دار فيه ديال سنه 2022، وكيعطي وجوه التعاون ما بين الدول المطبعه والكيان الصهيوني فيما يخص على المستوى الانساني طبيعة الحال، على المستوى السياحي، السياحة ديال 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 الإسرائيليين المغرب طلعت بشكل كبير، حيت أنها وصلت في 2022 على حساب التحرير وصلت ل 200 ألف، كانت في 2019 كانت حوالي 13 ألف، حوالي 13 طلعت ل 200 ألف على مستوى المغاربة اللي مشاو للكيان الصهيوني، وهذا اللي إيجابي، حيث ان المستوى ديال 2022 يلاه واحد 2000 تقريبا نفس المستوى اللي كان في 2019، اي ان المغرب ما الدعايه وهادشي اللي كيدير ما مشوش كثير للكيان الصهيوني. الوغ على المستوى الاقتصادي كذلك، رغم الزيارات ديال باترونا وكذا، ما كنلاحظوا على مستوى الميزان اللي كيخرج هادني بنفس الطريقه كيخرج الميزان التجاري وتطور الصادرات والواردات. الصادرات ديال التجاره بين المغرب والكيان الصهيوني في حدود 55 مليون ديال الدولار، 55 فيها ثلثين اللي هي واردات، والثلث صادرات، والمواد اللي هي في التجاره الخارجيه ماشي اساسيه ولا اساسا النسيج 54%، المواد الفلاحيه تقريبا واحد 15%، بمعنى اخر اذا حيدنا جوج الجوانب، الجانب الامني
والعسكري، هذا الاتفاق اللي كان ديال ديال استيراد هذا لي درون اللي يمكن كيبان ان عنده اهميه كبيره، وبل كل كلام على تكون صناعه والى اخره، وهذا ديال البيكاسوس هذا الشيء ديال ديال الامن. اذا حيدنا الجانب الامني والجانب العسكري انا كنظن ما كاينش ما كاينش ما كاينش لحد الان، نتمنوا ان تستمر، ما كاينش تعاون حقيقي لا اقتصادي ولا 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 على مستوى التبادل الانساني، وهذا اللي خطير جدا في اعتقادي، ان المغاربه يمشيو يقراو تما يمشيو يخدموا تما، يوليو المغاربه كيولي وجهه وجهه ديال 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 المغاربه. انا كنظن المساله الثانيه اللي بغيت نتكلم عليها بعجاله هي المساله ديال الاحزاب السياسيه. اشكال انا مجموعه الاصدقاء في احزاب، هذه الاحزاب اللي ما نقولش مطبعه ولكن على الاقل اما اللي جرفعوا شعار ديال مثلا المغرب اولا، راه تصرف واحد الشعار المغرب اولا تما هو شعار ديال الاكستريم دروات في العالم، حساب حساب ترامب هو الصغار ديال اليمين، واليمين ورفعوا حزب يدعي انه تقدموا الشراكه الى اخره، مجموعه مناضليهم رافضين. كيبقى القرار بطبيعه الحال على مستوى الاجهزه وعلى مستوى القيادات هو راجع، كتعرفوا هذه المساله جميع، عدم الاشكال ديال المغرب الكبير ديال الاستقلال ديال الاحزاب، الاستقلاليه ديال الاحزاب السياسيه. انا كنظن ما دام ان احزاب سياسيه غير مستقله دائما غنمشيو في هذا اللي تقال اللي تعطى الامر فيه الجميع كيمشي فيه. عندنا شنا مثلا مؤخرا هذا الشيء ديال الاتحاد الاوروبي والبرلمان الاوروبي، كيف الجميع والحال ان المساله ديال السياده ديال المغرب لانجيرونس، بغينا ما نبقاش تدخل في السياده ديال المغرب، خصنا نبنيو المغرب بعدا، خصنا نبنيو المغرب يكون قوي قادر على يكون عنده القدره على انه ما يخليش الاخر، والحال ما كاينش هذه الاراده ديال بناء المغرب اللي هو قوي واللي قادر انه يواجه المساله ديال، واللي التخوف الكبير انا كنظن هو هذا الشيء ديال العداء اللي بدا وعند الشباب بالخصوص. شبابنا راه يمكن ابنائنا واخواننا اللي صغار وهاد كتلاحظوا بين المغاربه والجزائريين، انا كنظن من المخلفات الخطيره جدا ديال هاد ديال هاد الشيء ديال التطبيع، وغيتخلق مع الوقت جدار ديال اللهين ديال 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 العد العداوه ما بين شعبين هما شعب واحد، واللي هما المفروض تكون التعاون من بلا ما نوصلوا ان نديروا على الاقل يكون تعاون اقتصادي سياسي تعاون امني الى اخره بين الدول ديال المنطقه ديال المغاربيه، لان هو الممكن هو الممكن، وخص الاراده السياسيه وخص خص المغاربه والتنظيمات السياسيه الجاده والمناضله تزيد تعمق حوارها مع نخلقوا ميزان قوى جديد بلادنا، باش على الاقل في هذه القضايا هذه يمكننا ان يتم الانصات، حال ان لا نؤثر احنا المهم بصفه عامه هذا ما كاينش تاثير في القرار، وهذا اللي كيجعل ان خص العمل بجد وعمل مستمر باش يولي تاثير، واللي الحاكم يضرب الحساب القرارات. اليوم حنا ماشي في هذا الوضع هذا، ان القرارات كتجيب فجائيه وضد لي سونتيمون الاحساس ديال اغلب ديال المغاربه، وهذا بطبيعه الحال فيه اشكال. هذا كيطلب نفس طويل، كيطلب نضال يومي، كيطلب كذلك وضوح ديال الرؤيه، تكون رؤيه واضحه عند الجميع. وشكرا. تنقول لي واش ضروري تمشي لا عييتو نمشيو بحالنا. طيب اذا بايجاز نتفاعل مع بعض ما مطروح وكثير مغري في الحقيقه بالنقاش. قبل ما نجي للاستراتيجيات اللي فتحها السي مصطفى وهضر على ليونس بيريفيريك، هي نظريه قدم الاطراف كيسميها ديفيد بن كوريون، ولكن الان اصبحت نظريه الاقطاب الاربعه ممكن نختم بها. بغيت ناخذ الخيط من سال الاخ العزيز
خصوصا وان قدامي جوج ديال الاخوان اعزاء عاد التحقوا ما حضروش للحضور، الاخ بن عيسى وصديقه اللي جاينا من فيجيك، وسبق ناقشنا في العروض الاوليه قضيه فيجيك واغزر فيجيك والعرجه الطرشه، ولها علاقه بما شدد عليه الاخ العزيز لما تحدث عن هذا الحرب الإعلامية البروباغاندا، وهي من أخطر الجبهات اللي فرعوا بها دول كبيرة، العراق، سوريا، اليمن، ليبيا، دول قوية وغنية وتمكنوا. نفس الأمر الآن هو مشروع واحد ومخطط واحد، وشار مصطفى البرنارد لويز ومناقشة ومصادقة الكونغرس ديالنا من 83 إلى آخره. لأن برنارد لويز كان الأب الروحي للمحافظين الجدد والمنظر، هاد مات مؤخرا عنده قرن وسنتين إلى آخره. كان المستشار القومي بريجينسكي، هو اللي بلاصة بريجينسكي. فهاد المسألة اللي أشار لها الأخ العزيز والخطورة ديالها يمكن تلخيصها في عنوان كبير جامع أدعو الجميع أن يضعه نصب عينيه ويوميا، لأنه اللغم الذي يحضرونه لتفجير المنطقة كلها به، وهو عنوان ما يسمى بالصحراء الشرقية. وأول من أطلق عنوان الصحراء الشرقية هو الإرهابي بن شباط اللي وقع عن جانب الصهيوني اتفاقية شؤم والعار. ومتى وفي أي سياق بن شباط أطلق هذا؟ بعيدة إهانة نتنياهو للمطبعين وللقرار الرسمي المغربي الذي قرر أن يطبع معهم. أشرنا إلى ذلك في العرض التمهيدي أنه في نفس الأسبوع الذي تم فيه التوقيع على التطبيع عمل نتنياهو ندوة صحفية وتعمد يدير موراه خريطة المغرب مبتورة منه صحراءه، مع أن هذا الشيء اللي بنيته كله على الصحراء كان فشو وما كان عطرفوش بالصحراء. في هذا الوقت بداو يقمقموا حتى الجانب الرسمي ما عجبهمش الحال، كيفاش حنا وصلنا تعرينا قدام الشعب ديالنا باش نطبعوا معاكم وتتجازيونا باش تحركنا. بن شباط وقال ماذا قال؟ بحال زعما كيداوي شنو دار الرئيس ديالو الارهابي نتنياهو، فادلى بتصريح اكثر تحرمية من الرئيس ديالو. قال ضمن ما قال في التصريح ديالو بانه انا الان كان مستشار الامن القومي وبتلك الصفه وقع التطبيع. قال انا بصدد نقاش مع الحكومه ديالنا هذيك الساعه لاصدار طابع بريدي ان تمبر فيه الخريطه ديال المغرب، ما فيهش غير الصحراء الغربيه، فيه حتى الصحراء الشرقيه، بمعنى انه بغيتو نعترفوا لكم بمغربيه الصحراء وادخلوا في حرب مع الجزائر تتخليو ضربوها وتخلي ضربوكم عاد نعترفوا لكم بمغربيه الصحراء. واطلقوا ذبابهم الالكتروني، هادشي اللي كنشوفوه الاخ العزيز دابا في هذه الحرب الطاحنه، كبرانات ونظام الكبرانات والعسكر ونظام الكبرانات، وتما عندهم عاود المهلكه والزريبه وكذا، هادشي كله حسابات، بعضها حسابات وهميه ديال الجيش الالكتروني ديال الموساد واللي يشرف عليه ادرعي صاحبنا الفقيه، وبعضها حقيقي ولكن يتولاه من يسمون من كشفهم المرصد المغربي لمناهضة الطبيعة، وهم منظمون في تنظيم كان سريا قبل أن يكشفه ويفضحه المرصد يسمى محبي إسرائيل في المغرب الكبير، وهو بالآلاف هنا في المغرب وفي الجزائر وفي تونس وفي ليبيا، وما يجري في ليبيا ليس بعد لأن هذا مخطط واحد، وخدامين في موريتانيا لنشر، شفتوا مسيرة الحراطين في نواكشوط إلى آخره على أساس العرقي بالبيضان والزنوجة إلى آخره، وفرحة مهني أشرنا وما جرى بغردايا وما حرقة غردايا في الجزائر إلى آخره. هذا كله هذه كلها ألغام ويشرف عليها خبراء. احنا ألفنا كتاب مفصل وبالصور وبالوثائق على هذا الموضوع صدرناه في المرصد سميتو بيبي، وهو هنا إشارتكم، ها هو هذا الكتاب فيه تفاصيل وتفاصيل. احنا طحنا نيت في هذه الأعلام والشراوت، هذه الشراوت كلها راه موراها خبراء
وبهذا الشراط فرعوا المشرقه وما كيفرعوا به المغرب. وهذا أشنيا الامازيغ تيموز هكذا من صممه ومتى صممه؟ واشرتم الى الامازيغيه وكذا. صممه جاك بيني هو يهودي صهيوني فرنسي كان في الجزائر وكان عمده لمدينه في الجزائر وهو صهره فرانسوا ميتيران، وهو الذي كلفته الحركه الصهيونيه العالميه بتقسيم المغرب المنطقه المغاربيه في نفس السنه في 1966 في نفس السنه التي تم فيها تكليف الجنرال دافيد بن عوزيل المشهور باسم طارزان اللي هو الان عينه رئيس جنوب السودان دوله الفتيه في جنوب السودان المصنوعه اسرائيليا، عينه ممثله الشخصي لدى نتنياهو في الحكومه السابقه وهو نتنياهو رجع. دافيد بن عوزيل في 1966 خلفوه يقسم السودان لدولتين في انتظار تقسيمها الى خمس الاخ غفري خمس، وتسمى الان المسارات الخمس، النيل الازرق كوردوفان الى هذه المسارات. والبرهان الان سلم في مؤتمر ما يسمى مؤتمر جوبا للسلام، هو مؤتمر اقرار الكيانات الخمس في السودان في اطار الابراهيميات، وهو نفس ما غادي فيه. هنا نفتح القوس، بعض الاخوان اثار قضيه الخليج، يمكن الاخ غفريني الخليج واسرائيل، وتساءلت سؤالا انكاريا واش دات الخليج، راه اسرائيل الان. انا احكي لكم هنا قضيه انا فيها شاهد، واخا انا فيها شويه ديال بحال اللي كنهضر على الذاتيات، ولكن اعوذ بالله من انا، ولكن نحكي لها لكم كواقعه لانها معبره باش ونختم. واخا لما وقعت قضية أرفود اللي تبعتوها كلكم وانتفضتوا ضدها إلى آخره، في الليلة الثانية من تحقيقات معهم وكنت مهرس وهذا وطلع ونزل 200 كيلومتر ورجعت الليلة الثانية مهلوك، تلاحيت ما كليتش بغيت غير النعس، عييت والسبيطار والتهراس إلى آخره. فيقوني بعد حوالي ساعة من النوم قالوا لك ملف ثاني مستعجل. كيفاش ملف ثاني مستعجل ويوم عطله ليله الاحد؟ شكون هذا الملف المستعجل اللي ما يتسنى الغدا الاثنين وبالليل؟ طيب جينا الله يخليك السي احمد، راه جانا ملف مستعجل التعليمات كذا، نفتحوا ملف جديد تفضل. وكيفاش هذا الشيء وحنا مدقدقين؟ قال لك راه مسخسخين معاك كاع اللي جريتيه اليومين والليلتين جريناه معاك حتى حنا، ولكن التعليمات يلا سيدي. قال لك هذا ملف تصنتو مزيان تفن الاخ غفري، قال لك ترفع بك دعوه جديده واحد مستثمر في الرشيديه دابا في أرفود، مستثمر قال لك تسببتي ليه بالاعتصام انت وصحابك ديال البي دي اس اللي درتوه في مؤتمر المعرض الدولي للتمور، تسببتي ليه في خساره ماليه كبيره وضربتي القايد. وتسببت له في خساره ماليه كبيره نتذكر، ولكن ضربت القايد ولا ضربني القايد اش دخل؟ هما فنا ضربت القيد ولا ضربت. واخا سيدي المهم سؤال جواب سؤال جواب حتى وصلنا للمسقي. ملي كنت قال لك هذا الكلام كبير علينا، هذا ضابط ديال المركز القضائي للدرك الملكي في الليل جوج الليل ولا ايوا، قال لك هذا الكلام ما نكتبوش. قلت له هذا كلامي انا مسؤول عليه، انا اللي مسؤول انت تكتب اش كنقول. قال لك ما نقدروش كلام كبير علينا. ايوا قال لك اسمح لينا نتشاوروا. قلت له تشاور. مشات له ساعه كيهضر في الجرده ديال الدرك الملكي، رجع قال لك نستانفوا سؤال جواب، رجعنا عاود الازولاي والملك وكذا. قال لك قلنا لك هذا الشيء ما نقدروش عليه. قلت له انا راه ما كيهمني قائد ولا ما قائد، الا بغى القائد ما كفاتوش هذا اللي يديه الرس الرجل، انا كيهمني البلاد اش من قائد ولا واش انا ما كيهمني لا قائد لا ما قائد. قال لك والمهم تشاور لي المره الثانيه، رجع قال لي سير تنعس، قالوا لي نقفل هذا الشيء نقفل. ملي خرجتنا دوائر الرصد ديال المرصد مشاو كيتحراو في هاد الشركه اللي رفعت دعوه استعجاليه بالليل. غادي نلقاوها هي يونيفير فيتو، حنا كنا تما كنحتجوا على الشركه الصهيونيه التابعه لجيش الحرب الصهيوني نيتافيم، جات يونيفير فيتو تترفع بينا دعوه. يا دائره الرصد سيروا شوفونا شكون يونيفير فيتو. الاخوان في دائره الرصد جابوا لنا ان هذا يونيفير فيتو اللي شرف على الفرع تدشين الفشطه ديال تدشين الفرع ديالها في الرباط، ونائب سفير الامارات العربيه المتحده في الرباط.
هذه قصة، قصة ثانية ونختم هو ديال المغرب. المغرب لا باش نخلص، نخلص الخلاصة. المغرب في الاتحاد الإفريقي، قمة الاتحاد الإفريقي، حيث طرحت، وهي تطرح هذه الأيام عاوتاني فيفري، في هذه الأيام طرحت عضوية مراقب للكيان الصهيوني في الاتحاد الإفريقي. لم يجد الكيان الصهيوني، لأن طرحت إسقاط عضوية مراقب طرحها جنوب إفريقيا والجزائر، وبالفيتو واحد ممكن تسقط، لأن غير أفولكي، موشي أفولكي، موسى أفولكي اللي دوزا كمفوض ما عندوش الحق. لما نط الحرب لم يجد صهاينة من مدافع إلا وزارة الخارجية المغربية تدافع عن أحقية وعضوية مراقب للكيان الصهيوني في الاتحاد الإفريقي. إذن الإمارات في بيونيفير في طوب غيرها، والمغرب في الاتحاد الإفريقي وفي غيره، أصبحوا وكلاء الكيان الصهيوني. إذا ماشي لا خليج ولا جوج، أصبحت ملي كتهضر على المشاريع والاستثمارات الإمارات وجه، أما حقيقة وخلفية رؤوس الأموال فالكيان الصهيوني. السلام عليكم. الصحراء المغربية، سنختم إن شاء الله بالاقتراح اللي دار السي مصطفى. الصحراء المغربية ومخاطر التطبيع، نرجو أن نكون بعقدنا لهذه الندوة قد وفقنا في الإسهام بإلقاء الضوء على عدد من المخاطر المحدقة ببلدنا عموما وبقضيتنا الوطنية جراء مسار التطبيع المظلم الذي دخلته بلادنا. وإذا كنا في الماضي نوجه جهودنا للتضامن ومناصرة الشعب الفلسطيني، فإننا اليوم أحوج لتكثيف الجهود والسعي لتوحيدها من أجل مواجهة التطبيع وحماية بلادنا من كافة مخاطره التي تهددنا تحت شعار متحدون لإسقاط التطبيع. والشكر موصول للحضور الكريم وللأساتذة المؤطرين والمتدخلين وللإخوة أيضا في نادي المحامين الذين أعطونا ومنحونا هذه القاعة الجميلة لعقد هذه الندوة. ونختم بقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء في سوريا وفي سوريا وتركيا. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.